بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم. ان شاء الله يوم جديد واسبوع جديد من البريم. اكيد طبعا كل محبي كره القدم الافريقيه طبعا، ومن خلال كمان الكره العالميه بوجود نجوم الكره العالميه في هذه البطوله، اكيد متواجدين من خلال منتخباتهم، هيتابعوا هذه البطوله بشكل كبير جدا وبشغف كبير جدا لرؤيه المنتخبات القويه في هذه البطوله كان 2022 بالكاميرون. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا، وده الأهم بالنسبة لنا وللبريمو وكل الإعلام الرياضي المصري، إن احنا نشوف منتخبنا بشكل جيد، نشوف منتخبنا إن شاء الله يفوز ويعني يكون في أبعد حدود في هذه البطولة بأمر الله ويفوز بالبطولة، ده الأهم بالنسبة لنا. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا، إن شاء الله البطولة هيتم افتتاحها بكرة من خلال أكيد افتتاح جيد الساعة 3 الافتتاح، ثم المباريات هتبتدي من الساعة 6 من خلال مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو، ثم إثيوبيا والرأس الأخضر. إن شاء الله كل التوفيق، منتخبنا إن شاء الله هيلعب يوم 11 بأمر الله، ودي الأهم بالنسبة لنا أمام مباراة أمام نيجيريا، مباراة قوية وتعتبر هي البداية والبداية الأمثل من خلال فوز بأمر الله. خلينا نبتدي حلقتنا اللي هيكون فينا إن شاء الله بعض الأمور الخاصة والأخبار الخاصة بالبريمو، سواء بقى عن الأهلي والزمالك ومنتخبنا الوطني، وفي الجزء الثاني من الحلقة هيكون معايا أستاذ محسن لملوم وأستاذ خالد عامر، هنتكلم بقى على الشكل الخاص بالبطولة والمنتخبات، وأيضا بشكل خاص عن منتخبنا الوطني المصري. خلينا نبتدي حلقتنا بأهم أخبارنا. طيب الحمد لله النهارده منتخبنا الوطني، بعثة المنتخب الوطني بتصل الى الكاميرون، والحمد لله الامور تمام زي الفل. طبعا يعني بعد احداث اصابه كابتن عصام الحضري وبعض اللاعبين بفيروس كورونا، طبعا كانت مفاجاه اكيد لينا والجهاز الفني ازاي كان هيتعامل مع الموقف من خلال بعض اللاعبين اللي كانوا في القائمه، وايضا مدرب حراس المرمى كابتن عصام الحضري، وازاي يعني اللبخه دي اكيد بتاثر بشكل كبير. لكن الامور سريعا سريعا يعني تم حلها، كابتن طارق سليمان بديلا لكابتن عصام الحضري لحين طبعا ان شاء الله يخف بالسلامه. الف سلامه على كابتن عصام، والف سلامه على اللاعبين اللي تمت اصابتهم بفيروس كورونا. مفاجاه يعني النهارده، يعني بنشوف ان الحمد لله قائمه عندنا قائمه كبيره يقدر مستر كروش يعوضها بشكل ما في اللاعبين. النهارده زي ما انتم شايفين كده وصول البعثه خاصة بمنتخبنا الوطني إلى الكاميرون، وكل الأمور الخاصة بالمعسكر زي ما أنتم كنتم متابعين من خلال البريمو، السفارة المصرية هناك بتسهل الأمور، متابعة بشكل جيد. أيضا يعني اللاعبين نفسهم كمان بقى مستعدين، مجهزين نفسهم، يعني بداية الوصول نفسها مجرد لما بتوصل للبلد اللي هتستضيف البطولة وتبتدي تشتغل وتركز، الوضع بيبقى مختلف. إن شاء الله يبقى حالة التركيز كبيرة بداية من اليوم بأمر الله، والدخول جوه بقى الشكل بقى بتاع البطولة والاهتمام نفسه للاعبين بالبطولة، كل مرة أو كل يوم بيقرب من أولى المباريات بتختلف، ده أكيد. نتمنى إن شاء الله نجومنا يبقوا في حالتهم، لأن برضه بأكد على النقطة دي، إحنا عندنا لعيبة كويسة. الأهم بالنسبة لنا إن اللعيبة دي إن شاء الله من خلال الإعداد النفسي والبدني، ومستر كروش نفسه الإعداد نفسه لمستر كروش في اختيار اللاعبين وطريقة اللعب في اليوم ده أو في المباريات دي اللي هيلعبها، تبقى في أحسن حالتها عشان نشوف منتخب يطلع إمكانياته الجيدة، بطل أفريقيا، يشوف يعني يكشر عن أنيابه، يقول للناس إحنا جايين أو للمنتخبات إحنا جايين عشان نكسب البطولة. ده مش هيجي غير بأولى المباريات والبداية، ويمكن الحظ طبعا خلاك تلاعب منتخب كبير زي المنتخب النيجيري في اولى مبارياتك، ولكن هي ميزه ان شاء الله، يعني ميزه انك لو عملت نتيجه كويسه كسبت يعني تتصدر المجموعه، وفي نفس الوقت بتقول للمنتخبات الثانيه اللي ممكن تقابلها في وقت من الاوقات ان انا كمنتخب كبير انا بكسب في كل المباريات اللي انا عايز اكسب فيها، لان من الطبيعي انك ممكن من المنتخبات اللي ممكن تقابلها في التصفيات هو المنتخب النيجيري. وبالتالي ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا، يبقى اليومين اللي جايين اعداد جيد، الامور بالنسبه للاعبين تبقى سهله وبسيطه ان شاء الله، وتبقى
الحالة المعنوية والنفسية تبقى جيدة لمنتخبنا الوطني. طبعا نجومنا بالكامل كانوا متواجدين، صلاح بقى، النني، تريزيجيه، مصطفى محمد، مرموش، كل اللاعبين متواجدين، مش عايز انسى حد، لكن ان شاء الله املنا كبير في كل اللعيبه ايا كان الاسماء الموجوده والنجوم الموجوده، كلهم ان شاء الله يبقوا في احسن حالاتهم زي ما قلت. ده بالنسبه لمنتخبنا الوطني. عايز اقول لكم ان في مفاجآت، يعني مثلا في المنتخبات الاخرى، وانا ما اعرفش، يمكن من خلال الصور انا شفت صوره كوليبالي، مندي، سوري، الحارس مرمى تشيلسي، كان جاي مع ماني في الطياره، والنهارده تم الاعلان عن ان مندي نفسه اتصاب بفيروس كورونا، ومعاه على فكره كوليبالي لاعب نابولي اتصابوا بكورونا، وبالتالي الاثنين دول مش هيشاركوا في الفتره اللي جايه. لكن الصراحه ما بصيت على الصوره، او يعني اتذكر ان الصوره كان فيها في الطياره طياره خاصه كان فيها ماني ومندي، اعتقد ان الحمد لله يمكن يعني ماني هرب من فيروس كورونا نتيجة طبعا تواجدهم في مكان واحد، لكن في الآخر الفيروس ساعات كده بيختار ناس ويسيب ناس. وبالتالي السنغال من المنتخبات اللي يعني في أولى مبارياتها أو أولى المباريات ليها هتبقى، أو يعني بنتكلم على الدور الأول، حتى هتفقد حارس مرمى الأساسي وفي نفس الوقت أحد المميزين في المنتخب السنغالي كوليبالي. زي ما بقول لكم كده، يعني اكيد في الفتره اللي جايه بالنسبه للمنتخبات هتواجه صعوبات. عايز اقول لكم ان الاتحاد الافريقي حط قواعد للمشاركه بالنسبه للمنتخبات في حاله الحدوث كورونا، يعني بمعنى اصح ما دام عندك 11 لعيب، وده اللي اقروا اللائحه الخاصه بهذه البطوله الاتحاد الافريقي، ان انت لو عندك 11 لاعب تمام ما فيهمش مشاكل تقدر تلعب بيهم. يعني لو 11 واحد بس وباقي الفرقه مصابه بكورونا خلاص تلعب، ده اللي حطه الاتحاد الافريقي. لو عندك يعني حارس مرمى مش موجود، حارس مرمى عنده اصابات كورونا كلهم، في لاعب يبقى هو بديل لحارس المرمى، ولكن برضو يكون 11 لاعب، يعني ما فيش مشكله عندهم، حتى عندهم يعني اجراءات صارمه جدا في ان كل المباريات تتلعب، ما فيش يعني فلفصه خالص لاي منتخب. يعني انت بتتكلم لو انت ما عندكش حراس مرمى هتجيب لعيب عادي وتحطه حارس مرمى، ده الاجراءات اللي حطتها الاتحاد الافريقي واللائحه الخاصه بالاصابات بكورونا. يعني دي امور طبعا هتبقى صعبه على منتخبات، ولازم الحفاظ على النفس بشكل كبير جدا بالنسبه لكل اللاعبين عشان ما يتعرضوش لهذا الموقف الممكن الصعب. زي ما بقول لكم لو انت 11 لاعب موجود هتلعب بيهم، هتلعب بيهم، ده القرار الخاص بالاتحاد الافريقي. خلينا نروح لواحد من نجوم مصر، نجوم النادي الاهلي السابقين، كابتن مصر، كابتن رمضان السيد، اللي دايما بسعد بوجوده دائما معانا في البريمو. كابتن رمضان، تحياتي ليك كابتن. تحياتي ليك يا فاروق. ازيك يا فاروق؟ كابتن زي حضرتك، ربنا ليك وحشه. ربنا يخليك حبيبي. ليك وحشه يا كابتن. الله يخليك يا حبيبي. كابتن، خلينا ان شاء الله يعني نتفائل خير بمنتخبنا وصوله النهارده للكاميرون، وان كان طبعا البعض يعني قبل السفر قال لك يعني الامور صعبه، وفي البعض يقول لك الامور ان شاء الله يعني متفائلين ان الامور توصل لابعد حدودها مع منتخبنا الوطني. كابتن رمضان، من خلال التواجد للمنتخبات القويه واولى المباريات بالنسبه لنا امام المنتخب النيجيري، يعني شايف منتخبنا بدايته هتبقى عامله ازاي؟ وهل البدايه تفرق بالنسبه لنا كابتن من وجهه نظر كابتن رمضان السيد؟ ده اكيد طبعا. البدايه مباراه نيجيريا الحقيقه فاروق هتفرق، يعني مين يتصدر، يعني يعني اللي هيكسب اعتقد هيبقى فرصته كبيره جدا في التصدر المجموعه. يعني صحيح، احنا يعني يمكن على عكس كل الناس ما بتتكلم، لا احنا بنمتلك تيم قوي جدا جدا الحقيقه، قوي جدا يعني. يعني انت بتتكلم في عندك لعيبه دلوقتي في المنتخب، اعتقد ان محمد صلاح افضل لعيب كره في العالم دلوقتي. صحيح يا كابتن، صحيح. يعني لا عندك اللي يقلل من اللعيبه اللي عندنا ده بصراحه يعني مستقيم صح خالص. حتى المنافسين، رغم ان انا المنافسين الحقيقه ممكن تكون دي كروت بيلعبوا بيها يعني نفسيا على منتخب مصر، لكن انا في رايي ان منتخب مصر بيمتلك نجوم كبار جدا ويمتلك تيم قوي جدا جدا ويقدر قادر ان هو يوصل للنهايه. والقلق يا كابتن من وجهه نظرك، هل القلق ان مستر كروش نفسه في من خلال الماتشات اللي في كاس العرب يعني كان
بيعمل توليفه مفروض ما تبقاش بالشكل ده، ولا الامور بالنسبه له ان هو حتى الان البعض شايف ان هو ما حطش تشكيله ثابته، ما حطش شكل خططي ثابت حتى الان بالنسبه لمنتخبنا، هل القلق جاي من كده ولا الامور بالنسبه للناس شايفه ان المستوى الفني الى حد ما لسه ما ارتقاش انك تكسب بطوله؟ هو بص انا هقول لك حاجه يا فاروق، احنا يعني خلاص دخلنا المعركه زي ما بيقولوا يعني يعني احنا هنلعب خلاص بعد بكره يعني ولا يوم الثلاث ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن. اعتقد مهما كانت في سلبيات في الفتره اللي فاتت احنا لازم نتخطاها ونتكلم في ان احنا ازاي نبقى تيم قوي في جوه البطوله. لان زي ما قلت لك يا فاروق احنا يعني انت بتمتلك مثلا لو هتتكلم على خط دفاع، اولا حارس مرمى من افضل حراس المرمى في افريقيا. صحيح. هو مندي يعني. بتتكلم في خط دفاع، خط دفاع قوي جدا، انت عندك اكرم وعندك الحقيقه الونش وعندك حجازي وعندك مفتوح، خط دفاع قوي جدا جدا دفاعيا وهجوميا. لو بتتكلم على وسط الملعب لا عندك تعمل تشكيلات يعني زي ما انت عايز. لو بتلعب بال 4 3 3 فاروق، لو عملت الحقيقه حمدي فتحي او النني واحد من الاثنين يبقى رقم 6 وزيزو و الحقيقه يعني يمكن برضك في التشكيلات اللي بتتحط انا بشوف ان في ناس كثيره جدا مستبعده زيزو. هو في النقطه بعيد عن زيزو كابتن كمان، طبعا زيزو يقدر يلعبها، ان في تفكير ان تريزيجيه يبقى بجانب النني، يبقى موجود في تحت هاف ليفت يا كابتن، يبقى موجود تحت مرموش، هل ده يقدر يعمله تريزيجيه؟ لان في طبعا من خلال مصادرنا ان الراجل بيفكر في النقطه دي. بص هقول لك حاجه عشان استفاد من تريزيجيه برضو يعني كهو بيحب المحترفين. ما انا يعني تريزيجيه لو في فيت وفي الفورمه بتاعته تحطه في اي حته هيأدي، لكن تريزيجيه الحقيقه بقاله مثلا داخل في حوالي 10 شهور ما بيلعبش ماتشات، ويمكن اخر حاجه لعبها مثلا 18 دقيقه ولا 20 دقيقه من فتره. صحيح. بعيده. صحيح. جدا جدا جدا. بالتالي انت ما تقدرش تستخدم تريزيجيه كعنصر اساسي الحقيقه. يعني يبقى الامور صعبه جدا. لكن انت في عندك امام عاشور وعندك زيزو وعندك حمدي فتحي وعندك النني، اعتقد ان الرباعي ده تقدر تستغله وتستخدمه بشكل كويس قوي، خصوصا الحقيقه امام عاشور لو ناحيه الشمال وزيزو ناحيه اليمين وحمدي فتحي او النني، وتبقى عندك الثلاثه اللي فوق اللي هو مصطفى محمد وعندك الحقيقه عمر مرموش وعندك محمد صلاح، ما اعتقد التيم ده هيبقى قوي جدا جدا دفاعيا وهجوميا، وهتقدر تقفل بيه وانت بتدافع، وهتقدر تهاجم بيه وانت بتهاجم. لا يعني لكن حضرتك هو استبعدت عبد الله السعيد يا كابتن، مع ان الراجل يعني واضح ان هو على اقتناع كامل بعبد الله ومشاركته دايما باستمرار، هل ممكن ما نلاقيش عبد الله؟ طريقه اللعب اللي بيلعب بيها الراجل يعني ما ينفعش هتستخدم عبد الله خالص. هتستخدم عبد الله الحقيقه 8، هو بيلعب ب6 و8، هتستخدم عبد الله ناحيه الشمال او ناحيه اليمين. عبد الله ما عندوش الحته دلوقتي يا فاروق البدنيه اللي هو يعمل لك الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه وينزل يقفل تحت والحاجات دي كلها. هتبقى لو لعبت عبد الله في ال 4 3 3 هيبقى على حساب الجبهه اللي بيلعب فيها. يعني هيبقى على حساب مثلا ابو الفتوح، لان مش هيلاقي مسانده الحقيقه من عبد الله دفاعيا، مش هيقدر يعمل ال 100 يارده دي اصلا. الثمانيه ده مش بيعمل لك مثلا 40 يارده او 50 يارده، ده 8 ده على طول هو بيخش ال 18 وبيروح يدافع في ال 18. فالحقيقه عبد الله صعب. عبد الله ممكن يبقى ورقه معاك وانت وكمان ايه ده، انت وانت ورقه معاك وانت بتغير طريقه اللعب بتاعتك. بالظبط يا كابتن، بالظبط زي ما انت بتقول. كنت لسه هقول لك صحيح، لو انت عايز تغير يعني طريقه اللعب عبد الله موجود، لو انت بتتكلم 4 3 3 لكن في ال 4 3 3 يا فاروق انت عارف واعتقد الناس كلها عارفه صعبه جدا على عبد الله. طيب ابرز المشاكل اللي ممكن تواجهها كابتن في بطوله زي كده وفي التشكيله نفسها مستر كروش، ايه اللي ممكن من وجهه نظر كابتن رمضان حاجه تقابله ممكن هي اللي تؤرقه مستر كروش في البطوله دي يا كابتن؟ يعني انا شايف ان مفيش حاجه فنيه ممكن تؤرق مستر كروش الحقيقه. اللي هيؤرقه الحقيقه ويبقى هيبقى في مشكله كبيره جدا النواحي الاداريه. يعني انا شايف ان الفتره المعسكر اللي فات اللي قبل ما نسافر انا شايفه ان مش مفهوش انضباط، في تسيب، بدليل ان انت في لعيبه عندك بتتصاب وفي اداريين بيتصابوا، ودي حاجه وانت لسه في القاهره.
يعني انت مثلا ما سافرتش كاميرون عشان تروح معسكر هناك في خطوره ولا حاجه، انت في القاهره ومعسكرك يبقى لازم كنت تبقى مقفول. انت عارف يا كابتن فيروس كورونا ده يعني بيجي كده، يعني انا لسه قايل خبر خاص بمنتخب السنغال، يعني حارس المرمى مندي يا كابتن وكوليبالي المدافع القوي لنادي نابولي الاثنين اتصابوا بفيروس كورونا، وبالتالي يعني بتبقى معرضه كابتن. ما هي ماشي يا فاروق، ما احنا عارفين ان اولا هو منتشر الفتره دي بالذات بشكل كبير جدا، بدليل ان انت بتلاقي في الدوري الانجليزي وبتلاقي في الدوري الاسباني اعداد يعني صحيح. ده في فرق بتبقى عندها 9 و8 ومش عارف ده صلاح هرب يا كابتن في ليفربول اتقفل النادي، وبالتالي صلاح هرب يعني هرب في طبعا صلاح لو اتاخر شويه ما كانش ممكن ممكن يجي كان ممكن صح يجي له صح فاحنا برضك بنتكلم في ايه، لا لازم لما نروح احنا خلاص سافرنا فرقتنا المعسكر ده لازم يبقى مغلق مفيش اي حد يدخله صحيح ولا اي حد يخرج من المعسكر طوال فتره البطوله الحقيقه. صح كابتن، انا لسه كنت وحضرتك بتخش معايا كنت بقول اللائحه الخاصه باصابه كورونا، وانك اتحاد افريقيا حاطط لائحه خاصه بالمباريات والاصابات كورونا. يا كابتن لو انت اتصبت عندك اصابات كبيره وعندك 11 لاعب سلام هتلعب بيهم، ما لو بالزبط. في 11 دول يا كابتن او عندك مثلا لا ما عندكش ولا حارس مرمى كل الحراس المرمى مصابين، هتاخد لاعب من اللعيبه اللي عندك وتلبسه حارس مرمى، تخيل بقى كابتن لانهم عايزين يكملوا البطوله عايزين ما ايه هو ده هو ده، لان البطوله كان فيها تفكير كبير جدا 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 من ناس كتيره جدا اذا كان اتحاد دولي او اذا كان الانديه الاوروبيه ان البطوله دي ما تقامش. فالحقيقه يعني ايتو الحقيقه يعني عمل مجهود كبار ان هو يقنع الناس ديت وان هو البطوله تقام، لكن زي ما انت بتقول يا فاروق هو حاطين لوائح صارمه. حتى لو انت عندك اي عدد في عندك عدد كورونا مش هيلغي لك مباراه. فبالتالي عشان كده انا بقول لك ان النواحي الاداريه مهمه جدا صحيح. انك تعمل معسكر في الكاميرون الحقيقه مغلق لحد يخرج ولا حد يدخل. اقول لك حاجه، انا في رايي ان مفيش اي حد مهما كان وظيفته، يعني حتى مش رئيس الاتحاد موجود، رئيس الاتحاد المصري موجود مع البعثه، اعتقد ما حدش يخش خالص خالص، يعني ما حدش يخش ولا يخرج لان الموضوع خطير جدا صحيح. جدا جدا صحيح. طيب خليني اخدك لنقطه ثانيه كابتن خاصه بقى بالنادي الاهلي، ويمكن كان الفتره اللي فاتت يعني جماهير الاهلي بتحب لعيب كهربا، انا هكلمك على كهربا كابتن. وتمت اعارته خلاص تمديد عقده ثم اعارته لنادي هيتاي التركي لمده 6 شهور، رايك في الاعاره الخاصه بكهربا كابتن؟ هل كان من الممكن الاستفاده في الوقت اللي جاي بالنسبه لكهربا مع النادي الاهلي، ولا ده قرار سليم من خلال اداره النادي الاهلي باعاره اللاعب؟ انا في رايي ان يعني قرار كهربا الحقيقه قرار ظالم ظالم، يعني انك بتبعته اعاره 6 شهور ده قرار ظالم بشكل كبير جدا، لان كهربا ملتزم في الفتره اللي فاتت بدليل ان الكابتن محمود الخطيب اشاد بالتزامه وانتظامه الحقيقه في الفتره اللي فاتت. لكن هي انا يعني موسيماني عنده مشكله كبيره جدا يا فاروق، كبيره كبيره جدا جدا، وتاثر على اي مدير فني في العالم، يعني عنده بيحبه يقرا. انت هو في اولا اللعيب مش ند للمدير الفني مهما حصل، هو مش ند ليك. انا المفروض في حصلت مشكله خلاص انا حطيت عقوبه ماليه وحطيت ايقاف لفتره وخلاص، ده اللي ليك عند اللعيب. لكن انا معنى ان اللعيب غلط غلطه ابطله كوره؟ لا، يعني انا هقول لك حاجه يا فاروق، انت لما تيجي تعمل مقارنه ما بين كهربا وما بين نكسيموني، لا ده كهربا افيد يعني بمسافه كبيره جدا جدا جدا. كهربا بيعرف يعمل جنب وبيعرف يعمل يصنع جول، بيعرف يجيب جول. انا ما شفتش لغايه دلوقتي مكسون ده عمل حتى تمريره حتى مكسوني يا كابتن. هو في مكسوني. في كلام على برضه يعني تفكير في اعارته لانه ما قدمش العرض المطلوب زي ما انت بتتكلم. ما فيش يا فاروق، فين ده راجل؟ انا بقول لك يعني حتى صناعه لعب مش موجوده، ان هو بيهدف مش موجوده، ان هو مثلا بيدافع مش موجوده. حتى اخر مباراه لعبها الحقيقه لما اداله في حته الباك ليفت، طب حاجه مش بتاعته خالص. هو انت عاوز تشركه خلاص مجرد بتخليه يشارك يعني؟ لا. يعني موسيماني انا في رايي يعني دي من الحاجات اللي يعني انا باخدها على موسيماني، ان هو بيحبه يقرا. طيب. وفي نفس الوقت ما فيش مدير فني بيخلي اللعيبه بتاعته تبقى ندي ليه. طب الكهرباء نجح يا كابتن بقى يعني
في ظل وجود مستر موسيماني حتى الان، طبعا تجديد العقد لسه ما بعد كاس العالم للانديه. لو كهربا نجح في وتالق في الدوري التركي وهيعود، يعني هو كده كده اللعيب مدد عقده بقى 4 سنين، وبالتالي مدد عقده سنه بقى 4 سنين بدل ما كانت 3. الوضع الحالي اللي هيبقى الكهربا ايه، وخصوصا يعني انت زي ما انت بتقول كده كابتن ان الامور ما بين موسيماني وكهربا فيها حب وكره، هنا هتبقى الاداره او موسيماني نفسه واللاعب الثلاثي يعني هيبقى في مشكله كبيره. بص انا هقول لك حاجه يا فاروق، في حاجه اسمها مصلحه النادي الاهلي. دي رقم واحد، من رقم واحد لرقم مليون، مصلحه النادي الاهلي. انا في رايي ان لو كهربا، هو كهربا مش لو وفق، هو كهربا هنا اخر مباراه عامل اسيست هدفين، اخر مباراه لعبها عامل اسيست هدفين واحرز هدف. كهربا مش بعيد فنيا، لكن هو بقى لما يتالق كمان هناك ويرجع، لا ده لازم يبقى في قعده او جلسه كبيره جدا 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 بين الكابتن محمود الخطيب وبين موسيماني، انك انت ما فيش حاجه اسمها ان لعيب عمل مشكله وبعدين انا بقى ابتدي يبقى عامله كندي ليا وابتدي عامله كخصم. الحاجات دي كلها لازم تتغير. لان هقول لك حاجه يا فاروق، هو مش وارد ان موسيماني مثلا بعد 3 4 شهور ولا مش عارف شهرين ولا مش عارف ايه، وارد انه يمشي، يعني وارد انه يمشي. طب انت النهارده يعني المدرب ممكن يمشي، وكمان بتضحي، افرض كمان العدد مش كهربا بس، افرض العدد راح مثلا لاثنين ثلاثه لعيبه، يعني لا، يبقى لازم في وقفه. الحقيقه في وقفه، لان انا بقول لك ان كهربا الفتره الاخيره الحقيقه منتظم وملتزم، وحتى وهو ماشي اعاره الولد بيتكلم مش الحقيقه بشكل هايل على النادي الاهلي، وبشكل هايل على مجلس اداره النادي الاهلي، وقال لك ان كان محمود الخطيب واقف جنبي وشكر فيا. لكن هي لما هتوصل بقى ان هي فيها عند وفيها حب وكره، لا لازم يبقى في وقفه كبيره جدا. كابتن رمضان انا بشكر حضرتك، كابتن رمضان سيد نجم النادي الاهلي السابق وكابتننا طبعا، من الشخصيات المحترمه جدا كابتن رمضان والمدربين المميزين الصراحه يعني، وبالتالي رايه في المنتخب الوطني والشكل الفني اللي ممكن يلعب بيه مستر كروش في اولى مبارياته وبشكل عام في البطوله، وفي نفس الوقت رايه في الاعاره الخاصه بكهربا الى الدوري التركي وعودته مره اخرى، يعني في حاله تالقه ايه اللي هيحصل؟ ما انت خلاص يعني دلوقتي انت بيطلع كهربا لمده 6 شهور، الراجل ممكن يكون هنا ما بيلعبش نتيجه ان خلاص الراجل شايف ان الوضع الحالي بالنسبه له فنيا كهربا ما يلعبش، او يعني خلاف بينه وبينه، وبالتالي اللاعب لو تالق ورجع هنا الوضع ايه في حاله وجود موسيماني؟ هل النادي الاهلي هيجدد اعاره مثلا كهربا تاني؟ هل هيبيعه؟ خلاص المدرب ما بيبقى واخد قرار من خلال لاعب معين، بتبقى الامور صعبه، لكن كل التوفيق لكهربا. 6 شهور مهمين بالنسبه له وفي حياته، تجديد والتمديد ليه مع النادي الاهلي ده دليل التمسك بشكل كبير بكهربا، وفي نفس الوقت هو كلاعب كمان متمسك بالنادي الاهلي. نتمنى له التوفيق يعني على سبيل الدعابه. كهربا قبل بعد ما مدد العقد وطبعا مضى عقده وخلاص هيتم اعارته، قال لزمايله هنا مكاني، محدش يقعد لمده 6 شهور في مكاني ده ودولابي موجود محدش ياخده. ده يمكن على سبيل الدعابه، واكيد طبعا يعني الحاجات الامور دي حاطط طبعا هو الصوره بتاعته والشكل العام، طبعا تبقى حاجات جميله ما بين اللعيبه وبعضها، وهو كمان يعني حبه بالمكان وبزمايله بيخليه طبعا يكتب الحاجه دي. طيب كل التوفيق للكهرباء، اتمنى له كل التوفيق ان شاء الله يرجع بشكل افضل من الفتره اللي فاتت، هتدي له ثقه بنفسه. بيلعب في دوري تركي، الدوري التركي قوي، عنده قوه بدنيه وايضا فنيات عاليه، يمكن هو ثقته بنفسه ترجع بشكل كبير لو تالق، هتبقى الامور تختلف تماما لكهرباء. طيب بالنسبه لاخبار نادي الاهلي مكملها مع حضراتكم، كنا قلنا كهرباء، خبر كهرباء يمكن في نفس الاطار، من خلال شركات تسويق عالميه ديانج بيخش في النوع من الاهتمام من خلال نادي سامبدوريا الايطالي، اهتمام بديانج من خلال شركات التسويق. ديانج طبعا واحد من اللعيبه المميزه موجود مع المنتخب المالي في التوقيت الحالي، وبالتالي سامبدوريا مهتم جدا باللاعب في الانتقالات الشتويه، وان كان طبعا بقول ان الامور بقت صعبه دلوقتي، لان اي لاعب مشارك في بطوله الامم الافريقيه بيأجل الامور دي لما
بعد كده او في الصيف اللاعب بيتألق ويبتدي بقى بيتعاقد من خلال يعني امور ممكن تكون ماديه اعلى في الوقت اللي جاي ما بعد البطوله لو تألق بشكل كبير في الفتره القادمه. لكن من خلال الشركات التسويق العالميه في اهتمام من خلال نادي سامبادوريا في الوقت الحالي لديانج لاعب النادي الاهلي. خليني اقول لكم، كان تردد عن ان في اصابه لبعض اللاعبين داخل النادي الاهلي بفيروس كورونا. يمكن هقول لكم بس اللعيبه دول، يمكن الاشتباه من خلال اشتباه حتى الان في اصابه مجموعه من اللاعبين، هما 5 لاعبين: طاهر محمد طاهر ومحمد فخري واحمد نبيل كوكا وياسر ابراهيم واحمد عبد القادر. دول الخمس لاعبين المشتبه في اصابتهم بكورونا. ان شاء الله ايا كان ان شاء الله ما يبقاش فيه، لكن الف سلام عليهم ويعودوا سريعا، خصوصا بقى يعني مجموعه اللعيبه اللي موجودين في الوقت الحالي هيشاركوا في كاس الرابطه اولى مباراه طبعا امام الجونه. كل التوفيق ان شاء الله للفرق اللي مشاركه في هذه البطوله، وبالتالي وجود اللعيبه دي اعتقد قوه للنادي الاهلي في هذه البطوله. واحنا بنتكلم في نفس الوقت ان لجنه التخطيط في النادي الاهلي بتطالب موسيماني بالفوز باول بطوله لكاس الرابطه في حياتها او في الدوري في البطولات المصريه، وبالتالي النادي الاهلي دايما سباق في فكره الفوز باول بطوله، اول نادي مصري يفوز بكاس الكونفدراليه، اول يعني من الانديه المصريه، من اوائل الانديه المصريه اللي فازت بكاس مصر، من اوائل الانديه المصريه اللي فازت بالدوري المصري، وبالتالي برضو بطوله جديده على الكره المصريه، وبالتالي بالفوز بيها شيء مهم لاداره النادي الاهلي، وبتدي طبعا يعني شكل مختلف للفتره اللي جايه بالنسبه للاعبين وللاداره. وبالتالي طبعا لجنه التخطيط يعني بتاكد لموسيماني الفوز بالبطوله مهم جدا للاداره. في اطار برضو بعض اللاعبين اللي الفتره اللي فاتت الكلام كان عليهم للاحتراف في الدوري الاماراتي، بدر بنون نادي العين الاماراتي بيجدد تفاوضه ورفع عقده او العقد او يعني السعر بتاعه الى 4 مليون دولار. وبالتالي النادي الاهلي حتى الان عنده مشكله، ممكن طبعا فكره المبلغ ممكن يكون مرضي للنادي الاهلي، لكن عدم الرضا في ان ما عنديش البديل بتاعه، في ان يبقى موجود مكان بدر بنون. ممكن يكون مبلغ كويس، النادي الاهلي ممكن يكون بيفكر في النقطه دي، لكن البديل بالنسبه لبدر بنون مش موجود في الوقت الحالي عشان اقدر افرط في لاعب مهم ولاعب ممكن يكون كمان عندي في نقطه او في خط الدفاع في مشاكل، وبالتالي ده انا عايز ازود فوق بدر بنون كمان، مش ان انا اسيب بدر بنون لا. وبالتالي طبعا ده ممكن يكون عرض موجود كويس، لكن صعب التفريط في بدر بنون في الوقت الحالي من خلال اداره النادي الاهلي. ايضا النادي الاهلي بيدرس اعاره ميكسوني بنهايه الموسم، حتى الان لم يقدم العرض المطلوب منه ميكسوني. كان طبعا لما كان متواجد في نادي سيمبا التنزاني كان متألق بشكل كبير امام النادي الاهلي، وهو احد اللاعبين اللي ممكن يكون دربهم موسيماني، وهو طلبه بالاسم في ظل طبعا تألقه مع نادي سيمبا التنزاني. وده يقول لك ان مش كل اللاعبين ممكن يتألقوا امام الانديه الكبيره ممكن يكونوا بيتألقوا مع النادي ده لو انتقلوا له، ولكن طبعا ده يعني في فرص اخذها حتى الان، وبالتالي النادي الاهلي في كلام انه يعيره في نهايه الموسم. هطلع لفاصل، وبعد الفاصل هرجع لأخبار نادي الزمالك لأكون مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل.
كمل مع حضراتكم النهارده البريمو. زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا النهارده حلقه خاصه بالمنتخبات وافتتاحيه هذه البطوله، بطوله الامم الافريقيه كان 2022 الموجوده في الكاميرون في الوقت الحالي ان شاء الله من خلال بكره، مع نجوم الاستوديو هيكونوا معانا الاستاذ محسن لملوم والاستاذ خالد عامر النقادين الرياضيين. خليني قبل ما اروح على اخبار نادي الزمالك اروح للدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، وببارك له طبعا على نجاحه وفي نفس الوقت نطمن من خلال تواجده معانا على منتخبنا الوطني. دكتور ايهاب تحياتي ليك. مساء الخير يا كابتن فاروق، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدينك ودايما متالق كالعاده. الله يخليك يا دكتور، ده انت المتالق دائما يا دكتور، مبروك. اشكرك يا كابتن فاروق، ومره ثانيه يعني انت عارف ليك معز عندنا كلنا وواحد من النجوم الكبار في الكره المصريه في يعني فترات كثيره جدا. انا سعيد النهارده بوجودك. الله يخليك يا دكتور، مبروك الاول، ونطمن على منتخبنا بقى يعني اول ممكن نقول اول اجتماع او اول حاجه ممكن تكونوا بلغتوها للمستر كروش واللاعبين من خلال اتحاد الكره الجديد. والله يا كابتن فاروق يعني اول اجتماع كان مع كابتن المستر كارلوس كروش، كنا طبعا ثاني يوم انتخاباتنا مباشره الساعه 10 كان تمرين في استاد القاهره كل المجلس الجديد برئاسه الاستاذ جمال علام، كنا متواجدين في التدريب وسط اجراءات احترازيه مشدده، اجرينا مسحه طبيه لكورونا قبل ما ندخل مقصوره استاد القاهره الرئيسي، قعدنا طبعا لغايه ما ظهرت نتيجه المسحه، ظهرت سلبيه الحمد لله. كان موجود كابتن بركات، كابتن حازم، سياده اللواء مشهور، وكان موجود الاستاذ جمال، الاستاذ محمد ابو الوفا، الدكتوره دينا، عملنا المسحه الطبيه، وكان موجود دكتور اشرف صفحه ايضا عمل مسحه طبيه خاصه بكورونا. بعد سلبيتها كلنا كنا متواجدين في المقصوره، ما التقناش باللاعبين على وقت الاطلاق، شهدنا تدريب وكنا مع مستر كارلوس كروش لمده نص ساعه، حضروا كابتن وائل جمعه مدير المنتخب، حضروا كمان المترجم، طبعا كلم الاستاذ خالد درنجالي وكلم الاستاذ جمال علام، وصل رساله لمستر كروش ان احنا كاتحاد مصري لكره القدم داعمين له في بطوله كاس الامم الافريقيه، وان الدوله ممثله في كل اجهزتها التنفيذيه وايضا القياده السياسيه على راسها القائد الرئيسي عبد الفتاح السيسي، يعني بنؤدي رساله وكلنا جايين ناكد على ان منتخبنا القومي هو مصدر البهجه ومصدر الفرحه ومصدر السعاده لكل الجماهير المصريه. وكان كلام واضح جدا من السيد جمال علام لما قال مستر كروش احنا لما بنشارك في اي بطوله بنكون رايحين من اجل المنافسه على هذه البطوله، يعني وفقا للتصريحات اللي كانت خرجت من مستر كروش قبل كده واستاذ جمال. فاستاذ جمال علام قال له الشعب المصري لا يرضى سوى بالفوز، واحنا هنا استراتيجيه مختلفه يا دكتور بقى، ممكن يعني كل احترام للكابتن احمد مجاهد لكن وضعكم انتم مختلف، انتم بتطالبوا بشكل مختلف عن حاجه كل المصريين عايزينها وبيحبوها. يعني زي ما انت قلت يعني كل ناس وبقى لها طبعا اسلوبها في الاداره، وده اللي اكده الاستاذ جمال علام. لكن الراجل بصراحه لما اتكلم مستر كارلوس كروش يعني اثنى على حديث الاستاذ جمال علام والاستاذ خالد الرجالي، والراجل اكد كمان قال انا ربما اسيء من تصريحاتي السابقه، انا ما قلتش كده بالمعنى الواضح، لكن انا من واقع خبرتي 44 سنه في مجال التدريب لما بروح اي بطوله بلعب فيها على المنافسه، وطبعا اكد احترامه الكامل لكل وسائل الاعلام، قال انا كنت قاعد مع محمد صلاح بالامس ووصلت له رساله، انت سايب ليفربول النادي اللي انت تتقاضى مرتبك منه عشان تحقق بطوله لبلدك، وان الاوان ان احنا كلنا نتعاون من اجل تحقيق هذا الهدف. الراجل بصراحه كان كلامه واضح، كلامه بيدل على انه رايح من اجل المنافسه، قال كمان انا بلعب مباراه نيجيريا من اجل الفوز، ضغط كل مباراه على حده، وبعد كده ان شاء الله نتقدم ونقدر ان احنا نعمل حاجه لمصر سواء في بطوله كاس الامم الافريقيه او في بطوله او في المباراه الفاصله ان شاء الله لتصفيات كاس العالم قطر 2022. وبالتالي كان كلام مبشر جدا كابتن فاروق من مستر كارلوس كروش، وكابتن بركات اتكلم، وكابتن حازم امام بصفاتهم حيث ملف المنتخبات معاهم من واقع خبرتهم الكبيره، واي عقبات هتواجه الجهاز الفني والمنتخب ان شاء الله هتدلل كلها بدايه. طيب اول عقبه يمكن يا دكتور كانت اصابه ابراهيم عادل واصابه كابتن عصام الحضري، في حاله شفائهم يعني بكره ان شاء الله محمد عادل محمد ابراهيم عادل هيتعمل له مسحه اولى وثانيه، لو تم ان الامور مسحه سلبيه هل هيسافر؟ كابتن عصام الحضري اللي في حاله شفائه هل هيسافر؟ ابو جبل برضه لو اتعمل له مسحه والامور بالنسبه له تمام هل هيسافر؟ برضه يعني يعني دي الصعوبات يعني. انا معاك يعني طبعا كابتن عصام بنتمنى له الشفاء طبعا، هو ابو جبل وابراهيم عادل من الاعمده الرئيسيه. كابتن عصام يعني في التدريب كان بسم الله ما شاء الله كويس جدا، ما كانش فيه اي شيء باين عليه، ويعني حتى كنا بنتكلم مع الدكتور اشرف قبل التدريب فقال
ان الموجه الحاليه من فيروس كورونا بتبقى منتشره بصوره كبيره جدا، مع ان الاعراض بتاعتها بتكون بسيطه. وده اعتقد اللي كان عند عصام. عصام كان في التجديد ماشي كويس جدا وموجود ورايح جاي، فيعني زي ما انت قلت هو قدر. لكن طبعا كابتن طارق سليمان ايضا اسم كبير في مجال تدريب الحراس، وتم الاستعانه به خلال هذه الفتره في الكاميرون. واعتقادي انه لو السلبيه في المسحه الاخيره كابتن عصام الحضري حصلت، هناك بروتوكولات موجوده في الكاميرون ما اقدرش يعني افتي فيها بالتفصيل بدون علم، لكن اللي انا عارفه ان في مسحه خاصه بالبطوله هتجرى لمنتخبنا بكره ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله تعدي على سلامه، لان هم كلهم دلوقتي في نظام فقاعه من اول ما بيدخلوا لغايه ما يخلصوا البطوله. وبالتالي هل امكانيه ان حد يدخل معاهم بعد كده؟ لا ما عنديش انا ده تاكيد، لكن ان شاء الله هتواصل مع الاستاذ جمال علام بعد قليل واعرف منه التفاصيل. يا ريت نتواصل برضه مع حضرتك يا دكتور، لان معلومه مهمه، يعني معلومه أكيد مهمه. اكيد معلومه مهمه. اكيد طيب. اكيد انا سؤالي الثاني، يمكن دكتور من خلال متابعتي للمنتخب ومستر كروش في الفتره اللي فاتت، كنت بشوف في وقت من الاوقات يعني الترجمه بتبقى زي ما انت قلت كده، ومستر كروش قال انا في اتفهم ترجمتي غلط، وبالتالي كنت بشوف مره كابتن وائل جمعه، مره كابتن محمد شوقي، مره مترجم، وثم يعني بيختلف المترجم. وبالتالي بطوله زي كده مهمه ما فيهاش بقى ايه فهم غلط وفهم خطا، هل تم الاستعانه بمترجم خاص بقى رسمي للراجل في هذه البطوله؟ يعني سؤال جميل جدا كابتن فاروق. العادة بالفعل الراجل اللي اتعرض عليه خمس مترجمين اختار هو واحد منهم، مترجم محترم جدا، كويس جدا، فاهم شغله. حتى في الاجتماع مع مستر كارلوس كروش، الراجل يعني زي ما انت عارف اللي بيترجم في مجال كره القدم بيختلف عن المترجم في قطاعات ثانيه، فالراجل لابد ان يكون ملم كمان بعلوم كره القدم. والراجل ده واضح جدا جدا في ترجمته، سواء كان في التدريب في استاد القاهره او في اجتماعنا مع مستر كارلوس كروش، كان في تفاهم وتناغم، وده اللي اختاره مستر كارلوس كروش بعد ما اتعرض عليه خمس مترجمين سير ذاتيه، عمل معاهم مقابلات واختار، قال انا مختار ده. فحاليا اصبح هناك مترجم رسمي للجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده كارلوس كروش. طيب دي حاجه جميله جدا ان شاء الله. طيب هكلمك على الماتش الجاي بقى، توقعاتك وتمنياتك في الماتش الاول، خصوصا يعني ان احنا نيجيريا هي من المنتخبات اللي ممكن نواجهها في تصفيات كاس العالم من احدى المنتخبات، وبرضو احنا بنتكلم ان احنا يوم 22 هتبقى القرعه، وبالتالي يعني لو ان شاء الله كسبنا هتدي امل كبير جدا للشعب المصري في ان احنا اي منتخب هنقابله هنكسبه، واحنا يعني احنا عندنا دايما الثقه في لعبتنا. دكتور رايك في الماتش الاولاني هيكون عامل ازاي، وبدايته لازم تبقى عامله ازاي؟ طبعا كابتن فاروق انت واحد من اللاعبين الكبار اللي مثلوا طبعا لمنتخب مصر والنادي الاهلي، واحد من الهدافين اللي تم مشهود لهم، عارف ان كره القدم لا تخضع للتنبؤات او الامنيات، لكن الحاله الفنيه للاعب داخل المستطيل الاخضر يوم المباراه هي اللي بتبقى الفارق الرئيسي. انا معاك ان منتخب نيجيريا منتخب واحد من المصنفين تصنيف اول في القاره الافريقيه بجانب السنغال والمغرب وتونس والجزائر، لكن منتخب مصر ايضا لا يستهان به في اي ظرف من الظروف. منتخب مصر دايما عودنا في عز ما كانت افريقيا بتعج باسماء كبيره جدا، ايتو ودروجبا وغيرهم، كنا بنفوز بكاس الامم الافريقيه لمده ثلاث مرات متتاليه مع كابتن حسن شحاته بلاعبين محليين، وكنا مكسرين الدنيا. النهارده انت معاك محمد صلاح، واحد يعني من افضل لاعبين في العالم ومرشح لجائزه افضل لاعب في العالم احتفظها بعد ايام قليله. معاك ايضا النني، معاك تريزيجيه، معاك حجازي، معاك مصطفى محمد الهداف الكبير، معاك كتيبه اللاعبين المحليين من الشناوي وشريف وعبد الله السعيد والسوليه وغيرهم، مش عاوز انسى حد. فاحنا عندنا قوام منتخب محترم جدا. منتخب نيجيري زي ما انت عارف يا كابتن محمد بيمتاز بقوه هجوميه يعني كبيره جدا جدا، صحيح. لكن خط الدفاع المنتخب النيجيري عكس خط الهجوم تماما. انا شايف ان احنا لو كنا فعل وليس رد فعل في المباراه هيكون لها اثر طيب جدا جدا جدا، واعتقد ان كارلوس كروش يعني مذاكر كويس جدا فريق نيجيريا، وهو قال انا بس عايز الفوز في المباراه الاولى على الرغم من قوه المنافس، لكن كان كلامه واضح، قال احنا كمان معانا افراد على اعلى مستوى. الرساله وصلت لكل اللاعبين ان احنا لاعبين كبار، المفروض ان احنا رايحين نفوز في اي مباراه بنقابلها. هي مباراه هتكون صعبه، لكن انا اعتقادي ان شاء الله باذن الله ان منتخبنا هيأدي مباراه كبيره، وان شاء الله بتنتهي ايجابيه ان شاء الله. دكتور انا بشكر حضرتك، ودايما يعني بنتمنى لك التوفيق، ونتمنى التوفيق لاتحاد الكوره ومجلس اداره اتحاد الكوره في الفتره القادمه، اللي يعني
ان انت تشوف بقى حاجه جديده للكره المصريه بالاخص المنتخبات، ما دام بقى احنا الامور ابتدت تختلف شويه، ان رابطه الانديه هي اللي مسؤوله عن الدوري المصري والمسابقه دي، وبالتالي اتحاد الكوره مركز في الفتره القادمه للمنتخبات، المنتخب الكبير والمنتخبات اللي طبعا الموجوده والمختلفه في الاعمار السنيه، وفي نفس طبعا الوقت الاقسام الاخرى بالنسبه للدوري، وفي نفس الوقت طبعا الامور الخاصه بالتخطيط للكره المصريه. بشكر طبعا دكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكره الجديد، بشكره شكرا جزيلا. خلينا سريعا بس اروح لاخبار نادي الزمالك، كنت هبتدي بيها، لكن طبعا مداخله دكتور ايهاب طبعا خليتنا نتكلم عن المنتخب. بالنسبه للنادي الزمالك، امير مرتضى منصور كان قبل طبعا قبل الفتره اللي ما يكونوش فيها موجودين، لما كانوا موجودين كانوا بيفكروا في وجود لاعب في خط الوسط، كان مهند لاشين مجلي بعض اللاعبين، ممكن دونجا كان في تفكيرهم، وبالتالي مهند لاشين بعد وجوده في المنتخب بقت حظوظه قويه جدا في اللعب الاحد الانديه الكبرى، الاهلي او الزمالك، وبالتالي وبيراميدز كمان طبعا في الوقت الحالي بقوته اللي موجوده في الوقت الحالي، وبالتالي امير يمكن كان على تواصل مع مهند اللي كان بيقترب بشكل كبير جدا من التوقيع لنادي بيراميدز، بان التمهل في الامضاء حتى نهايه الموسم، بحيث ان ممكن لو عنده الرغبه يبقى متواجد في نادي الزمالك، انه نهايه الموسم يتم التفاوض ويتم التعامل مع مهند بشكل اكتر من كده تفاعليه، انه يبقى متواجد داخل نادي الزمالك. ده بالنسبه لمهند، مهند طبعا واحد من اللاعبين اللي اثبتوا يعني حقيتهم بالتواجد في المنتخب خلال طبعا وجوده في كاس العرب. النهارده يوم لطيف بالنسبه لمديونيات نادي الزمالك، فرجاني ساسي وجروس. يعني اكلمكم فرجاني ساسي وافق على يعني جدوله مديونياته من خلال برضو مكالمه مع امير مرتضى منصور، وجدوله مديونياته والتنازل عن شكوى اللي مقدمها ساسي في نادي الزمالك. طبعا كان في الشكوى اللي قدمها تم الحكم فيها بتغريم نادي الزمالك 650,000 دولار، وبالتالي طبعا دي امور نادي الزمالك بيحاول يحلها. ايضا جروس برضو المدرب او المدير الفني السابق لنادي الزمالك برضو نفس الوضع، يعني وافق على جدوله المستحقات الخاصه بيه، وبرضو التنازل بشكل ما عن الشكوى المقدمه في نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك زعلانه، هقول لكم بقى زعلانه ليه. مصطفى فتحي حتى الان مش عايز يجدد، جاي له عرض من نادي التعاون السعودي، عرض بمليون دولار، وبالتالي اللاعب نادي الزمالك كان بيفكر في ان هو يمدد له عقده ثم اعارته وعودته مره اخرى، لكن اللاعب رافض النقطه دي، هو عايز يتجه على طول الى نادي التعاون. يعني الفتره الجايه هنشوف الوضع الحالي لمصطفى فتحي، اللي يمكن طبعا نادي جماهير نادي الزمالك كانت حابه انه يبقى متواجد او يتعامل بشكل مختلف عن رفضوا التجديد والتمديد بالنسبه لعقده لنادي الزمالك. بالنسبه للانديه الاخرى، هناك ازمه بين الاسماعيلي والمصري بسبب عمرو مرعي لاعب النادي المصري. حتى الان نادي الاسماعيلي اتفق مع عمرو مرعي على الانتقال، لكن النادي المصري بالنسبه له يعني حتى الان محتاج ان هو يبقى فيه تدعيم اكتر ماديا بالنسبه لعمرو مرعي، وطلبات ماديه ممكن تكون اكبر بالنسبه للنادي المصري للاستغناء عنه في الفترة القادمة بالنسبة لنادي الإسماعيلي. أيضا واحد من اللاعبين اللي ممكن كنا بنسمعهم أو بنسمع عنهم بقوة ورؤيتهم في الملعب، فرانكوم لو تتذكروه لاعب الترجي التونسي واللي راح للدوري القطري وفسخ عقده مع نادي الريان القطري. معين الشعباني أحد المدربين اللي دربوه أثناء ما كان متواجد في الترجي التونسي، بعد هذا الفسخ العقد مع الريان القطري عايز اللاعب ده يبقى متواجد في النادي المصري، لكن طبعا ممكن يكون الامور الماديه ممكن تكون سبب في تعطيل هذه الصفقه بالنسبه للنادي المصري. في نفس الاطار، نادي الاتحاد السكندري بيتعاقد مع المدافع الاردني لمده موسمين عبد الله نصيب، طبعا واحد من اللاعبين اللي كانوا ظهروا ايضا بشكل جيد مع المنتخب الاردني في كاس العرب لو نتذكر هذا اللاعب. قبل ما اطلع للفاصل، طبعا هو ده اللاعب الاردني ومنتخب الاردن، قبل ما اطلع للفاصل واستقبل ضيوفي، خليني بس نقول لكم القائمه النهائيه لمنتخبنا الوطني بعد اصابه ابراهيم عادل بكورونا، وايضا ابو جبل بكورونا،
وانضمام بعض اللاعبين، واصابه كمان محمد حمدي في ركبته وانضمام لاعب مكانه. هقول لكم طبعا القائمه الخاصه بمنتخبنا الوطني النهائيه اللي هتكون قدامكم على الشاشه، اللي وصلت طبعا الكاميرون في الوقت الحالي: محمد الشناوي، محمود جاد، محمد صبحي، احمد فتوح، ايمن اشرف، مروان داوود بدلا من محمد حمدي للاصابه، ابو جبل. يا جماعه موجود؟ يا جماعه ابو جبل مصاب بكورونا صح ولا انا غلطان؟ طيب اكرم ما سافرش، موجود في قائمه بس ما سافرش. اكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد، محمود الونش، محمود علاء، محمد عبد المنعم، احمد حجازي، حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السوليه، مهند لاشين، عبد الله السعيد، امام عاشور، احمد سيد زيزو، محمد صلاح، تريزيجيه، رمضان صبحي، عمر مرموش، وابراهيم عادل. زي ما قلنا هو موجود في قائمه لكن ما سافرش، ومصطفى محمد ومحمد شريف ومروان حمدي. وبكده تم استبعاد 15 لاعب في البدايه من ال 40 ليصبح العدد 25، ثم استدعاء 3 لاعبين وهم محمد حمدي ومروان حمدي وابراهيم عادل لتصبح القائمه 28. وزي ما قلت حكم طبعا في لاعب زي مروان داوود بقى موجود في القائمه نتيجه اصابه محمد حمدي. طيب خليني بس برضو نفكر الناس قبل ما نلعب الماتشات اللي جايه، واول ماتش بالنسبه لنا يوم الثلاثاء امام نيجيريا، نفكر الناس منتخبنا كان عامل ازاي مع كروش، او في الفترات اللي فاتت نتائجه مع منتخبنا الوطن. بالنسبه لمشوار كروش مع المنتخب حتى الان، منتخبنا لعب منتخب الليبيري في اولى مبارياته الوديه، طبعا كان تجهيز لمباراه ليبيا، وكسب 2-0 في اولى مبارياته مع منتخبنا الوطني ولكن الوديه. ثم بقى بعد كده المباراه الرسميه للمنتخب الوطني، مصر كسبت ليبيا 1-0، ثم كسبتها ايضا 3-0 في المباراه الثانيه، ثم مباراه انجولا في تصفيات كاس العالم تعادلت معها 2-2، ثم في نفس التصفيات مصر بتفوز على الجابون 1-0، ثم الاتجاه الى كأس العرب وفوز أول على لبنان 1-0، والفوز الثاني في هذه البطولة على المنتخب السوداني 5-0، والتعادل الإيجابي مع المنتخب الجزائري 1-1، وفوز على المنتخب الأردني 3-1، وهزيمة من المنتخب التونسي والخروج من كأس العرب في هذه المرحلة 1-0، ولكن بالمركز الثالث والرابع. مصر أيضا بتخسر بضربات الترجيح في كأس العرب من قطر 5-4. ده مشوار كروش في مع المنتخب الوطني منذ طبعا وجوده حتى الان. ان شاء الله الفوز بالنسبه لمنتخبنا تبقى على طول في هذه القائمه ان شاء الله، بمباراه نيجيريا ثم مباراه غينيا بيساو ومباراه السودان بعد كده، وزي ما بنقول مصلحتنا هو التصدر لهذه المجموعه. عايز اقول لكم بقى بالافتتاحيه بكره ان شاء الله، الافتتاحيه هتكون الساعه 3 بكره 3 الظهر، ثم بقى المباريات الخاصة وأولى المباريات الخاصة بهذه البطولة. الكاميرون بكرة إن شاء الله مع بوركينا فاسو تكون الساعة 6، ثم إثيوبيا مع الرأس الأخضر الساعة 9، ثم بعد كده بقى الماتشات هتكون يوم الاثنين السنغال وزيمبابوي، المغرب مع غانا، غينيا مع ملاوي، وجزر القمر مع الجابون، ويوم الثلاث طبعا هيكون الجزائر وسيراليون ومصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو. ودي المباريات الخاصه بقى حتى يوم الثلاث ان شاء الله، هيكون معاكم طبعا وتغطيه خاصه لهذه البطوله، البطوله المهمه ان شاء الله اللي بيشارك فيها منتخبنا الوطني. هطلع لفاصل واستقبل الاستاذ محسن لملوم والاستاذ خالد عامر، هيكونوا موجودين معايا والكلام على منتخب مصر وايضا المنتخبات الاخرى، نلقي النظره على المنتخبات الموجوده معانا في المجموعه وايضا في المجاميع الاخرى. ساعات قليلة بتفصلنا عن البطولة الأعرق في الماما أفريقيا، وهي كأس الأمم اللي هتقام في الكاميرون بمشاركة 24 منتخب، فتنطلق إلى حد 9 يناير وتستمر حتى 6 من شهر فبراير المقبل. فيروس كورونا أصبح بيهدد معظم منتخبات قارة أفريقيا المشاركة في الكان بالكاميرون، وأصبح الوضع سيء للغاية بعد انتشار الفيروس كالنار في الهشيم داخل معسكرات المنتخبات اللي بتستعد للظهور بلاعبيها المحترفين في الحدث الأهم داخل القارة السمراء.
تحديات رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو لكل الأندية الأوروبية ومحترفيها والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جعلوا في موقف محرج للغاية بعدما ضربت كورونا العديد من المنتخبات المشاركة في البطولة وبعض الوفود. وشهدت الأيام الماضية ظهور حالات كثيرة في المنتخبات المشاركة في البطولة مصابة بفيروس كورونا، مما تسبب في حالة إرباك للجميع. زادت المخاوف لدى الأندية على لاعبيها من الدول الإفريقية المحترفين في معظم دوريات العالم، لدرجة جعلت البعض يطبق الإجراءات الأمنية والاحترازية الخاصة به للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس القاتل خوفاً على حياتهم، فضلاً عن عدم الإقبال غير المتوقع لمشاهدة ومتابعة البطولة داخل الملاعب الكاميرونية خوفاً من العدوى بالمرض القاتل. أزمات إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في ظل هذه الأجواء والأمراض هيخلق نوع من العداء بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وبين الاتحاد الإفريقي، بعدما فشلت الإدارة المسؤولة عن كرة القدم في العالم عن إيقاف إقامة البطولة حفاظاً على سلامة كل عناصر اللعبة من الإصابة بالمرض اللعين. كملين مع حضراتكم، كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا، يا رب يا رب ان شاء الله منتخبنا في اولى مبارياته كده يفتح نفسنا ويفرحنا من خلال فوز امام منتخب كبير. مفيش شك طبعا منتخب نيجيريا منتخب كبير، ولكن منتخبنا هو الافضل والاقوى واكثر المنتخبات حصولا على هذه البطوله، وبالتالي احنا اللي دايما راكبين، ما نخافش ابدا. ان شاء الله لعبتنا تبقى في افضل حالاتها في اليوم ده، ان شاء الله كروش نفسه يبقى في افضل حالاته في اليوم ده ويقدر يختار التشكيل المظبوط والخطه المظبوطه، عشان احنا برضو بنلاعب منتخب قوي. لكن طبعا دائما المنتخب المصري هو المرشح بقوه للفوز في اي لقاء بيقابله ايا كان المنتخب. خلينا نرحب بضيوفي النهارده اللي هيكون النهارده اكيد بنلقي الضوء على القائمه الخاصه بمنتخبنا والمنتخبات الاخرى اللي في مجموعتنا، وايضا المنتخبات اللي في المجاميع الاخرى، لان برضو يعني بطوله حلوه، بطوله مميزه، بنقول نجوم العالم اللي متواجدين في اوروبا الافارقه متواجدين ومجتمعين في هذه البطوله، بالتالي متعه للكره المصريه وكل محبي الكره الافريقيه. انا اسف. طيب خلينا نرحب بضيوف النهارده، استاذ محسن لمنوم واستاذ خالد عامر اللي موجودين معايا النهارده، ونتكلم طبعا على كل الامور الخاصه بكان 2022 بالكامل ان شاء الله. استاذ محسن تحياتي ليك. تحياتي ليك يا كابتن فاروق. ايه؟ تمام الحمد لله، بنورك. استاذ خالد. يا كابتن فاروق مبارك. ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. ان شاء الله تبقى حلقه حلوه ان شاء الله، لان طبعا الناس منتظره بطوله وافتتاحيه بكره جميله. كاميرون بعد تصميمها على ان البطوله تتلعب بالتصريحات القويه من نجومهم او نجوم الكاميرون، سواء بقى صامويل إيتو رئيس الاتحاد والنجم الكبير الكاميروني، في نفس الوقت ايضا روجي ميلا وتصريحاته القويه ايضا، واحد من نجوم كره القدم العالميين مش الافارقه بس، وبالتالي طبعا واضح ان الكاميرون ليها شخصيه قويه من خلال قيادتها الكرويه في افريقيا. خلينا نبتدي مع حضرتك يا استاذ محسن ونتكلم على التصريحات الخاصه بالاتحاد الكاميروني المتمثل في صامويل إيتو، واحد من نجوم الكاميرون برضو روجي ميلا. يعني قبل ما نتكلم طبعا عن التصريحات، خلينا نقول لحضرتك ان البطوله خلاص ان شاء الله يعني ساعات وتنطلق، وده انتصار للقاره الافريقيه كلها مش فقط للكاميرون، الناس كلها حتى في افريقيا بتقول شابول لصامويل إيتو ان هو قدر ينتصر او يهزم، خلينا نقول بصراحه يهزم جاني انفانتينو بكل جبروته اللي كان عايز يرضي القاره العجوز الاوروبيه اللي كانت شايفه في افريقيا مجرد حقل تجارب او معمل تجارب تاخد منها اللي هي عايزاه وعايزه تلغي اللي هي عايزاه. يعني حتى كانت تلاقي مثلا ايه ان مثلا ايه دايما السؤال من اي صحفي اوروبي لاي لاعب افريقي مشارك مثلا في دوريات اوروبا كلها، يقول له هل ستشارك مع منتخب بلادك في، مع ان السؤال ده مثلا لا يسال لاي لاعب مثلا هيشارك في اوروبا او حتى في امريكا الجنوبيه او حتى في اسيا، لكن يسال فقط للقاره الافريقيه. دايما بيحاولوا التقليل منها النظره مش يعني مش هنداري، هي عنصريه مش هنداري، انا بقول لحضرتك هي احنا مش هنداري، هي عنصريه. دايما ينظر للقاره الافريقيه ان هي اقل بكتير من القاره الاوروبيه تحديدا يعني او الاخرين، فعشان كده دايما بينظر لها بنظره متدنيه. مصنع نجوم بالظبط، هم اصلا تعالى شوف الدوري الانجليزي عامل ازاي او ليفربول او يعني هم النجوم اللي متصدرين يعني. وليه ما بناخدهاش برضو يعني، برضو انا عايز برضو افكر بمختلف يعني، انا دافع فلوس كتير والناس دي بتاخد فلوس كتير، ف
فانا خايف عليه. ماشي ما بس دي حاجه يعني لو كان مثلا هل بيقدر يقول له مثلا لا هو رايح هو دافع في افريقيا بس ومش دافع للاعب الاوروبي واللاعب اللاتيني مثلا صحيح. سواء البرازيل والارجنتين لا دافع لكل هو بس التوقيت هو اللي عامل ازمه للانديه الاوروبيه معذوره في الجزئيه دي التوقيت هو اللي عامل ازمه يمكن كان زمان ما كانش فيه المشكله دي قوي ما كانش فيه عصر احتراف بالشكل ده زائد ان البطوله كان كلها 8 فرق مش عارف حاجات كده لكن طبعا مع الزخم اللي احنا شايفينه الزياده بقت 24 منتخب وقت اطول بيغيبوا شهر كامل اللي في نفس التوقيت والتوقيت مهم جدا في بداية تقريبا الدور الثاني للدوريات الأوروبية فدي اللي عاملة الأزمة الحل الوحيد ان هي يتم ترحيلها الى الصيف وطبعا دي بقى هتبقى مشكلة شوية في المناخ بس يعني في وجهة نظر الشخصية ان ده الحل الأمثل. نرجع للتصريحات انا التصريح اللي حزنني اكتر طبعا بتاع روجيه ميلا اللي هو هاجم طبعا مصر والمغرب ان هو لو مش عاجبكم افريقيا روحوا العبوا في اوروبا. والله احنا كلنا مستائين كمان من ان مصر تبقى مسانده او متمثله في الكابتن هاني وريدي ان هو فوز الاقجع على المغرب يكون من ضمن المساندين او المصوتين لالغاء البطوله او تاجيل البطوله. لا طبعا تتلغي ليه احنا كلنا زعلانين لكن للاسف هي جت في مصر يعني طبعا هو الكابتن هاني وريدي يمثل مصر يعني لا يمثل نفسه يمثل مصر اكيد لكن هو كان تصريحات روجيه ميلا كانت قاسيه شويه علينا يعني انا زعلت منها جدا وكل الناس طبعا متضايقه منها والناس حتى بترد عليه بـ 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 بشيء من العنف شويه الاعلاميين في برامجهم وممكن كنت اتمنى انه ما يصرحش التصريح ده خلاص في النهايه وفي الاول وفي الاخر البطوله اتلعبت خلاص ما لهاش لازمه لكن طبعا هو بناء على يمكن كان تقرير نشرته او جريده ليكيب الفرنسيه ان كانت مصر والمغرب تحديدا كان من ضمن المنتخبات او الاصوات اللي صوتت ضد اقامه البطوله يعني قيل بقى ارضاء لجيني انفانتينو لاكزا ابو ريده مش عارف من مولاي الانفانتينو لكن في النهايه افريقيا انتصرت ايا كان افريقيا صحيح. انتصرت وهتلعب بكره افريقيا صحيح. هتلعب من بكره شهر كامل ان شاء الله او اقل من شهر صحيح. بشكل كويس جدا وهتعبر عن نفسها وهتوري العالم كله صحيح. سواء اوروبا او غير اوروبا ان شاء الله تبقى بطوله حلوه ان شاء الله. خالد عندك تعليق برضو على التصريحات وتوقعاتك للكاميرون وتنظيمها؟ خلي بالك احنا الكاميرون كانت بالنسبه لنا هي الحظ الجميل بالنسبه لنا ان هي ما قدرتش انها تنظم في الفتره اللي فاتت او في النسخه السابقه وبالتالي احنا اللي نظمناها وبالتالي كنا برضه عايزين الكاميرون برضه ما تقدرش عشان ترجع لنا تاني لكن هي كانت مصممه زي ما قال محسن انها تنظم وتلعب البطوله. خلينا انا متفق جدا مع استاذ محسن في كل ما قاله عن انه الكاميرون انتصرت اوكي الكاميرون انتصرت على حاجات كتير قوي انتصرت على العنصريه او النظره العنصريه من اوروبا ومن جاني انفانتينو لقاره افريقيا ونجومها انتصرت على فكره اقامه البطوله بدون توقف الدوريات الاوروبيه على عكس ما بيحصل في كل العالم كل البطولات بتتلعب الدوريات بتوقف عشان خاطر النجوم ينضموا الى المنتخبات دلوقتي احنا بنلاقي منتخب زي منتخب نيجيريا في ثلاثة منهم قالوا لا خلاص احنا مش هنلعب في المنتخب شفنا النسخة اللي فاتت اللي قبل الماضية 2017 شفنا سبع نجوم من منتخب الكاميرون رفضوا الحضور للانضمام الى الأسود كانت مشاكل مادية وكان ابرزهم في منهم كان مشاكل مادية وفي منهم عشان جويل ماتيب رفض مش عشان مستحقات مادية رفض عشان يركز مع الفريق بتاعه كان لسه منتقل حديثا دي نظره غريبه جدا من الدوريات الاوروبيه من الفيفا من الويفا من كل الاتحادات اللي بره لاهميه بطوله افريقيا كان في حديث غاضب شويه من احد الصحفيين مع يورجن كلوب بعد مؤتمر صحفي او في خلال مؤتمر صحفي بعد احد الماتشات عشان تصريح قاله يورجن كلوب ان هو مش من المنطقي ان احنا نخسر اهم نجومنا احنا خلينا نتكلم انه اهم نجوم ليفربول صلاح وماني الاثنين من افريقيا فمش طبيعي ان احنا نخسر اهم نجومنا بس ده هم هيربوا خلي بالك ده هيربوا حرفيا هيربوا يعني ده خلعوا في الوقت المناسب ده كله جاله مش طبيعي ان احنا نخسر اهم نجومنا ونخسر مسيرتنا في الدوري عشان بطوله صغيره زي بطوله افريقيا فحتى الصحفي احتد جدا في الكلام ويعني ايه بطوله صغيره ودي نظره عنصريه وبتاع فيرجن كلوب لم الدور وقعد يقول لك لا انا اقصد صغيره في الوقت بتاعها وان هي ممكن تتعمل في توقيت اخر الكلام ده كله فدي نظره عنصريه جدا من الجانب الخارجي الى قاره افريقيا انا مبسوط جدا ان البطوله دي بتتلعب كنت اتمنى طبعا تتلعب في مصر مصر كالعاده عندها القدره على استضافه اي بطوله في اي وقت وتنظيمها بافضل شكل ممكن بس خليني اعيد تاني كنت معاك برضو لما قلت ان انا كنت في تواصل مع احد
الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم ساعة لما كنت بسأل عن احتمالية تأجيل أو مش تأجيل، فعلا مفيش الكلام ده، البطولة هتتلعب وهتتلعب في وقتها، وكل الانسبكشنز اللي بتتعمل، كل الـ 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 اللي هو الايه التفتيشات على الملاعب والفنادق والاماكن الاقامه والتدريبات وكله، كلها بيقول لك انه الكاميرون هتعمل، هو الكلام على لسانه، الكاميرون هتعمل بطوله للتاريخ. حلو. فانا متوقع، انا لان انا بثق فيه جدا، فانا متوقع انه الكاميرون هتعمل بطوله للتاريخ ان شاء الله، نشوفها من خلال الافتتاحيه كمان. الافتتاحيه اكيد هي اللي هتبقى معبره عن اللي هيحصل من خلال البطوله. خلينا نطلع لفاصل وارجع نكمل بقى كلامنا، وهيكون كلامنا في البدايه عن منتخبنا الوطني، ثم عن المنتخبات اللي موجوده في المجموعه معنا، سواء نيجيريا او غينيا بيساو او السودان، ورايهم في هذه المنتخبات وقدرتها على يعني المنافسه في هذه المجموعه. هذا البرنامج برعاية ملايين الدولارات بتجري على الأرض. هكذا الحال في عدد كبير من المنتخبات المشاركة بكأس أمم أفريقيا، واللي هتنطلق يوم الأحد 9 يناير وهتستمر حتى 6 فبراير المقبل في الكاميرون بمشاركة 24 منتخب. بيتصدر القائمة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، فبتبلغ قيمته التسويقية 100 مليون جنيه استرليني، وبيقدم صلاح موسم رائع بقميص الريدز، مما دفع الكثيرين من جمهور اللعبة بوصفه الأفضل في العالم حالياً. وساهم صاحب 29 عام خلال هذا الموسم ب 32 هدف خلال 29 مباراة، وبيأمل جمهور ليفربول أن يجدد الفرعون المصري عقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة. زميل مو صلاح السنغالي ساديو ماني بيحتل المركز الثاني بقيمة تسويقية تبلغ 80 مليون جنيه استرليني، وبيعد ماني أحد الأعمدة الأساسية لليفربول منذ انضمامه لصفوفه في 2016، فساهم ب 151 هدف خلال 244 مباراة. كمان سجل بقميص السنغال 26 هدف خلال 80 لقاء. وبيحتل المدافع المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي المرتبة الثالثة بقيمة تسويقية تبلغ 70 مليون جنيه استرليني. المستويات المميزة اللي قدمها لاعب أسود الأطلس مع بروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي دفعت النادي الباريسي للتعاقد معاه في الميركاتو الصيفي مقابل 70 مليون جنيه استرليني ضمن خطة النادي الفرنسي لبناء فريق الأحلام. وبيأتي النيجيري والفردنديدي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي في المركز الرابع بقيمة تسويقية تبلغ 60 مليون جنيه استرليني، فصاحب الـ 25 عام لاعب وسط دفاعي وبيقدم مستوى مميز مع الفريق الأزرق جعله على رادار العديد من كبار أندية أوروبا. وبقيمة تسويقية تبلغ 48 مليون جنيه استرليني بيأتي الإفواري فرانك كيسيه نجم ميلان الإيطالي خامس في القائمة. ومع اقتراب موعد انتهاء عقد كيسيه مع الفريق الإيطالي، أشارت تقارير إعلامية إلى أن هناك أندية كبرى بترغب في الحصول على خدماته، وعلى رأسها ليفربول وتوتنهام. طيب ما زال طبعا شغفنا بانتظار الافتتاحيه غدا موجود ان شاء الله، كل التوفيق ان يعملوا، او زي ما احنا بنقول الكاميرون هي دوله من خلال الدول الافريقيه شقيقه بالنسبه لنا، وبالتالي نتمنى ان هم يعملوا بطوله جيده وفي نفس الوقت منتخبنا هو اللي ياخدها، ده املنا طبعا كمصريين. خلينا نروح لحضرتك استاذ محسن ونتكلم على المنتخب بالنسبه لنا. القائمه النهائيه خلاص تمت او خلاص سافروا، وان كان طبعا حدث شيء كده ممكن يكون طبعا مفاجئ بالنسبة لنا، وإصابة بعض اللاعبين سواء أبو جبل أو إبراهيم عادل، وفي نفس الوقت طبعا إصابة كابتن عصام الحضري والإداري الخاص بمنتخبنا الوطني محمد صلاح، وبالتالي ألف سلام عليهم جميعا. هل ده ممكن حمدي. إيه؟ ومحمد حمدي، محمد حمدي الإصابة اللي في ركبته مش إصابة كورونا. لا مش كورونا، بتكلم على كورونا بس. وبالتالي طبعا دي ممكن تكون للحسابات، هل دي ممكن تعمل الكروش
ممكن مشكلة في الفكر بالنسبة له وبالنسبة للمنتخب؟ لا لا ما أعتقدش يعني الإصابات البسيطة دي إن شاء الله تعدي على خير وما تزيدش أكتر من كده إن شاء الله. إنه ممكن تعمل مشكلة لكروش. إحنا بالنسبة لنا المباراة الأولى دي هي حجر زاوية بالنسبة للمنتخب. صحيح. مش في المجموعة ولكن في الاتجاه كله، لأن أنت الفوز بيها إن شاء الله إن شاء الله أو على أقل تقدير التعادل مع حسابات أخرى، بس يعني أنا بقول الفوز فيها عشان نخلص. لأن طبعا على الورق أنت السودان وغيري بيساوي غينيا وبيساوي السودان اسهل شويه من او نقاطهم اسهل شويه طبعا. مزبوط. كل حاجه لو بتكلم على الورق فانت بالتالي هتبقى اول ان شاء الله، فيتاح ليك ان انت خط سيرك هيبقى يا ثالث المجموعه الثانيه يا ثالث المجموعه الخامسه او ثالث المجموعه السادسه. دي طبعا منتخبات اقل كتير من ان انت تقابل مثلا السنغال او الجزائر او كوت ديفوار او تونس او مالي حتى، لكن انت بتدي نفسك اريحيه ان انت الدور اللي جاي تقدر تخش من خلاله على اسهل. طيب هتكمل استاذ محسن في الحته دي ونتكلم على الشكل واني افضل بالنسبه لنا، هل الصعود كاول ولا تاني؟ هل ده ايه الافضل بالنسبه لنا؟ الناس يقول لك طب ما نصعد، ولكن الاول والتاني اكيد بتفرق. انا اروح للكاميرون ومعالي سفير مدحت المليجي سفير مصر في دوله الكاميرون، واكيد طبعا من خلال تواجد منتخبنا النهارده اول يوم ليه نحب نطمن على منتخبنا من خلال سيادة السفير. سيادة السفير تحياتي ليك. اهلا وسهلا، ازيك يا محمد؟ تحيه لضيوفك الكرام. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. اخبار البعثه ايه ووصولها والامور ماشيه ازاي حتى الان؟ الحمد لله على الحقيقه كل الامور زي الفل. انا استقبلتهم النهارده الحمد لله، كان الساعه حوالي 2:30 في بتوقيت الكاميرون، يعني 3:30 بتوقيت القاهره، وكان معايا في شرف استقبالهم محافظ مدينه جروه ويعتبر اعلى سلطه في المدينه، بالاضافه لبعض كبار المسؤولين الاخرين اللي هم اصروا ان هم يجوا من يوبندي ليكونوا في شرف استقبال المنتخب المصري. وعشان حضرتك تعرف احنا بنتكلم على اكثر من 1000 كيلو مسافه من يوبندي لمدينه جروه. الحقيقه يعني الاجراءات كلها يعني انتهت بسهوله ويسر الحمد لله. ما يمكن نص ساعة وكنا خارج المطار، الفريق كان في الأتوبيس المخصص لي وكان معانا يعني قيادة عسكرية قدامنا وورانا وحراسة تامة، وأنا فضلت الحقيقة إن احنا نخرج مباشرة، وإن إذا كان الشنط بقى تبقى تحصلنا بعدين عشان ما يحصلش تأخير واللاعبين يقدروا يرتاحوا بعد السفرية بتاعتهم. والاجراءات زي ما بقول لحضرتك بكل الاجراءات اللي بتتم، ما خدناش نص ساعه وكنا الحمد لله في الفندق واستقروا فيه، والحمد لله الفندق على فكره بالمناسبه هو خاص فقط بالبعثه المصريه مش اي حد تاني. ده في اطار الفقاعه الطبيه اللي موجوده في البطوله. والله الحقيقه الفقاعه يعني انا شايف اجراءات احترازيه اكثر منها الفقاعه، يعني انا قدرت ان انا اكون موجود مع المنتخب، والحقيقه هم حتى سمحوا لي ان انا انزل اوصل لغايه سلم الطياره واكون في شرف واستقبال البعثه كلها من اول لما ينزلوا من الطياره لغايه اما خرجنا ووصلنا لغايه الفندق، وانا كنت موجود معاهم الحمد لله. لكن ما فيش حد تاني من خارج الفندق او الدائره بتاعه العاملين في الفندق موجود. وزي ما بقول لحضرتك اللي سهل الامور ان الفندق ما فيهوش غير البعثه المصريه، وبالتالي ما فيش اي حد ممكن يجي يقول انه جاي يزور بيت في الفندق او حاجه بالشكل ده، لان ما فيش حد في الفندق غير المصريين فقط، وبالتالي ده سهل من ماموريه الامن واغلاق. كان في طبعا تكدس على الباب الخارجي خالص، لكن في حديقه كبيره جدا، يعني هم كانوا بيعملوا ان هم يروا اي حد من اللعيبه وبالذات الكابتن محمد صلاح اللي له شعبيه كبيره هنا زي ما كل في افريقيا في العالم، لكن طبعا بعيده جدا ما كناش نقدر يعني نشوفونا. طيب بخصوص سياده السفير الاجراءات الخاصه بقى بالكورونا، لان الكورونا بتهدد جميع المنتخبات، يمكن في منتخب السنغال النهارده 2 من اقوى اللاعبين الموجودين عندهم، منتخبنا قبل ما نسافر اكتشفنا بعض اللاعبين زي ابو جبل زي ابراهيم عادل، يعني هل في اجراءات خاصه بقى قادمه بالنسبه للبطوله؟ هل هيكون في بي سي ار خاص في البدايه عشان اللعيبه تخش بقى ما تطلعش خالص وتبقى زي ما بنقول الفقاعه؟ يمكن اتفضل سيد سفير. انا الحقيقه امبارح
يعني قابلت طبعا سواء في الفندق اللي انا فيه او في فنادق اخرى، وانا عملت جوله حتى وبالليل عملت جوله ثانيه، لان انا قصدت ان انا اروح اشوف الفندق قبل ما ارجع، قبل ما اجي الفندق عندي، وطلعت عشان اشوف الفندق، لان هو ده الاساس زيارتي الحقيقه لجروه، ان انا اطمن على المنتخب الوطني. فاول حاجه اصريت ان انا اطلع الفندق بتاعهم اطمن عليه واطمن على الغرف واشوفه واشوف التجهيزات والكلام ده كله. فالتقيت كمان ببعض اعضاء الكاس، ويمكن ده كان مسار حديث، يعني حتى هذه اللحظة ما فيش أي قرارات تغيير في القواعد المنظمة اللي تم الإعلان عنها قبل كده. أهم نقطة هي تتعلق بدخول الجماهير، محدش هيخش أي مباراة غير إذا كان حاصل على جرعتين التطعيم، بالإضافة إلى تحليل PCR حديث لا تزيد مدته عن 72 ساعة، أو يقدر يعمل تحليل للأجسام المضادة لا تزيد مدته عن 24 ساعة، طبعا بالإضافة للتطعيم، يعني اللي مش مطعم مش هيخش. فطبعا ده بأيد ده، أنا الصراحة ده مريحني شوية، لأن معناها لأن أنا على بعد حوالي 100 كيلو من الحدود النيجيرية، فده معناها إن مش نيجيريين كتير هيقدروا يجوا، لأن أنا بتخوف طبعا لما تكون المسافة 100 كيلو، يعني تقريبا زي قريبة جدا. قريبة سخنة، القاهرة وكفر الزيات مثلا، أو الريست أرسوس الطريق الصحراوي، يعني بالعربيه هيجوا، وبالتالي ممكن يبقى اعداد كبيره. لكن ضعف عمليات التطعيم في افريقيا عموما، وبالذات في منطقه وسط افريقيا، ده هيصعب شويه من امكانيه الدخول وحضور المباريات. طيب ست سفير، في نفس الاطار كده ست سفير، احنا عندنا بعض الاصابات، منهم مدرب حراس المرمى كابتن عصام حضري، اثنين لعيبه من القائمه اللي موجوده اصلا واللي اختارها مستر كروش. هل كان في اجتماع مع حضرتك مثلا بان اللعيبه دي لو جت يعني او خفوا وتم الشفاء ان شاء الله، او تم الكشف عن سلبيه المسحه بتاعتهم اللي هتتعمل خلال ايام، هل كان في كلام ان هم ممكن يجوا وبالتالي تسهيل الاجراءات؟ في كلام مثير بهذا المعنى، ولكن انا بتصور ان ربما يعني ما كانش حد عايز يتحدث عن هذا الموضوع كثيرا، لان يعني ما عندناش تحليلات ايجابيه سلبيه لحد من المصابين عشان نبتدي نشوف هنعمل ايه. ولكن ما فيش ما يمنع ان لو حدث ان في حد الحمد لله تحليله طلع سلبي، ان هو يحصل المنتخب الوطني، مفيش مشكله. بس في هذه الحاله هيجي بقى على الخطوط التجاريه، وده هيبقى وضع يعني فقط بس الطيران، لكن مفيش اي موانع للجنه المنظمه بوجود لعيبه ممكن زياده او ان هم يجوا؟ مفيش موانع، يعني اهم نقطه هي كانت ان يكون في تحليل سلبي للاطمئنان على سواء كان احد الاداريين او الجهاز الفني او اللاعبين. المهم كان عمليه ان هو يكون تحليل ايجابي، وطبعا بيتعمل تحليل ثاني، تحليل سلبي، يكون بيتعمل تحليل ثاني طبعا عند الوصول ليؤكد تمام الشفاء، بحيث ان هو يقدر يختلط باللاعبين. طيب. وما الى ذلك ان شاء الله كله يبقى تمام. حتى الان الاجواء اخبارها ازاي في الكاميرون؟ هل الجو اخباره ايه؟ حماسيه جدا. لا بالنسبه للجو العام، الاعتدال في الجو مثلا، في حر، في حضرتك توصل الطقس بقى. الطقس الطقس بالظبط حضرتك، احنا درجة الحرارة هنا بتزيد عن 35 اثناء النهار، بتوصل يمكن ل 39 40، بالليل بتبقى اخف شوية طبعا لغياب الشمس. يعني الجو في النهاية حار، لكن لا يتميز برطوبة عالية. فالجو مقبول، ولكن طبعا يختلف عن البرد اللي موجود عندنا في مصر وما الى ذلك. ف يعني الحمد لله هنلعب جو، ده يمكن ده سبب الاختيار بتاع هذه الفترة، لأن صحيح. الناس كانت دايما تتكلم هو ليه ما بيتعملش في الصيف؟ الصيف نقصد بيه الصيف بتاعنا اللي هو بيبقى 6 و7 و8. والسبب في هذا هو إن الموسم ده اللي هو فترة من ديسمبر ويناير وفبراير، ده بيعتبر موسم الجفاف، وبالتالي ما فيش فرصة لسقوط أمطار ممكن تعوق المباريات، لأن حضرتك عارف الجو الاستوائي ده ممكن الأمطار تقعد يومين على بعض ما تقعدش. فطبعا ده هيبقى من الصعب مع إقامة المباريات، وده سبب في اختيار هذا التوقيت اللي هو مخالف للتوقيتات عادة اللي بيتم لعب فيها هذه البطولات القارية اللي بتبقى أكثر من الصيف بتاعنا احنا. سيد سفير انا بشكر حضرتك، وان شاء الله نتمنى يعني منتخبنا زي ما قلت حضرتك كده، انت بتسعد او هتسعد اكتر بالحصول على البطوله من خلال طبعا تواجد منتخبنا في هذه البطوله. سيد سفير طبعا مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرا، بشكره شكرا جزيلا. اكمل معاك يا محسن، وبرده المشوار الخاص بمنتخبنا والافيد بالنسبه لنا، هل الصعود فقط
ولا الصعود بمركز يعني او مركز الصداره ده بالنسبه لنا هو الافضل؟ لا طبعا رقم واحد الصعود في كل الاحوال يعني اضعف الايمان، وده ان شاء الله ان شاء الله مؤكد لان انت معاك لحد اربع توالد طبعا. يعني ايه ما اتمناش ده لمصر طبعا، لا احسن اربع توالد ولا تواني، لكن اكيد ان شاء الله الاول مركز الاول عشان هو بيحدد هيدي لك فرصه اسهل ان انت في بدءا من الادوار التاليه ان انت تخش في البطوله تقدر توصل للادوار النهائيه. في حاجه يعني انا بدي رساله تفاؤل للناس على مباراه مصر ونيجيريا لعده اسباب. رقم واحد اخر مواجهه ما بيننا في كاس الامم الافريقيه كانت في بطوله 2010 في انجولا، وتقابلنا في اول مباراه في المجموعه وفزنا على نيجيريا 3-1 وكملنا وخدنا اللقب. ده 2006 اهو، ده السنغال مش ده ماتش السنغال. ادي ماتش نيجيريا للصداع 3-1. دي حاجه. الحاجه الثانيه في بطوله 2017 واجهنا منتخب نيجيريا على مباراه فاصله للتاهل لكاس الامم الافريقيه، واحنا الاثنين كناش بنشارك قبلها على فكره. الكوره بتاعت بالظبط حماده طلبه بالظبط. تعادلنا 1-1 في حماده مشهور بيها بالظبط. تعادلنا 1-1 في نيجيريا وفزنا 1-0 في برج العرب بهدف رمضان صبحي وتاهلنا. كمان ده اذا كان ده الماضي البعيد شويه، لكن الماضي القريب اخر تصفيات شاركت فيها او اخر فعاليات شاركت فيها منتخب نيجيريا ومنتخب مصر كانت تصفيات المؤهله بتاعت كاس العالم اللي هي المؤهله للمرحله الثالثه. مصر طبعا تاهلت زي ما احنا عارفين على حساب ليبيا والجابون وانجولا، وبنتائج كانت مرضيه بشكل كبير. لكن منتخب نيجيريا تاهل عن مجموعته، ولكن تخيل ان هو خسر على ارضه من منتخب افريقيا الوسطى في الجوله الثالثه 1-0. واي نعم هو صح الوضع وكسب بره 2-0 في الجوله اللي بعدها، لكن هو كان الصراع كان محتدم ما بينه وبين الراس الاخضر كافيردي اللي تاهل على حسابها بفارق نقطتين فقط، وكانت اخر مباراه ما بين الاثنين في نيجيريا. نيجيريا تقدمت يمكن في الدقيقه الاولى بهدف لوجستين 1-0، وبعدين منتخب الراس الاخضر تعادل معاه في الدقيقه 5 وحطوا تحت ضغط طول 85 دقيقه. ويعني انا اقصد اقول ايه، ان يا جماعه منتخب نيجيريا اسم كبير، لعيبه كبيره، كل حاجه كبيره، لكن هم مش مرعب. انت تقدر تكسبه بسهوله. باقي فقط ان اللعيبه تقدر تامن بحظوظها، وكيروش يعرف قدرات لعيبته ويبطل يضحك علينا بالتصريحات اللي هو بيقولها دي. ما خلاص بقى، ما استاذ زهاوكم قال لك احنا قلنا له ما ينفعش التصريحات دي، احنا عايزين ناخد البطوله. لا اصل الناس تيجي تقول لك اصل اسيء فهم. لا ما فيش حاجه اسمها اسيء فهم، الناس كلها بتفهم من غير ترجمه، فاهم الناس بتعمل ايه. وهو يعني بكل امانه هو كان بيضحك علينا في التصريحات، مش محتاجين الكلام ده. كل العالم كله شايف بعضه خلاص، انت قادر بتتفرج على الماتش حتى لو مش مذاع بتقدر تجيبه من على النت من اي حاجه تتفرج. طيب. وانت قبل بس ما انتقل لخالد، انت قلت لي ان احنا دايما زي ما نقول كده بتاخد الماضي وبتقول ان انت محظوظ بشكل كبير او عندك القدره في كل مباراه انك بتكسب من منتخب نيجيريا. لكن منتخب نيجيريا بقائمته الحاليه شايفها اني اقوى، منتخبنا الوطني بقائمته ولا منتخب نيجيريا بقائمته؟ طيب منتخب نيجيريا اسماء لكن في اللعب الجماعي لا، عنده مشكله، عنده دروب في حاجه. حتى كنت تلاحظ حتى ان المدرب بتاعهم جوستين اوجستين اجوفوي هو مدرب منتخب الشباب اوجستين اجوفان اللي ماسك الفرقه، وكان حتى جابوا له اللي هو جوزيه بيسيرو اللي هو فالراجل قال خلاص بعد فواضح ان في مشكله في الفرقه نفسها. يعني واضح ان في مشكله، احنا نقدر نستغل ده. يعني ما هو باين قوي الماضي القريب، يعني مش بتكلم على تاريخنا معاهم ولا حتى من سنه، انا بتكلم من شهرين. اتفرج هم عاملين ازاي في بطوله هي الاهم من كاس الامم الافريقيه، ان انت كاد يخسر ان البطاقه الصعود لكاس العالم الماتش الاخير، وده كان بالمناسبه كان مهم لينا جدا. لو يعني كنت بتابع وكنت اتمنى عشان لو هم خسروا، بس للاسف ما حصلش، كنا احنا اللي هنخش تصنيف اول وكانت الراس الاخضر هتبقى تصنيف ثاني وكنا هنكمل. وهروح ليها خالد بقى واكلمك برضه. قائمه نيجيريا على فكره تم استبعاد نجم نابولي اوسيمين، وفي نفس الوقت نجم واتفورد رفض اصلا اللي هو ايمانويل دينيس ان هو يعني يروح لل واتفورد رفض ان هم يضم واتفورد رافض. وبالتالي دول اتنين من اللاعبين برضو المميزين بجانب اجاله اللاعب الشباب لاعب مانشستر يونايتد، اجاله لاعب مهاجم عظيم. دول الثلاثه اللي ممكن ما راحوش للمنتخب، ولكن زي ما قال الاستاذ محسن اسماء برضو، حتى لو دول ما جوش ففي اسماء قويه موجوده بالنسبه للمنتخب النيجيري. القدره على الفوز هل بالاسماء؟ مش بالاسماء، احيانا كتير بتبقى بالاسماء لما يبقى انت عندك مشروع لسه ما كملتوش لاخره، فبتبقى الغلبه لاصحاب المهارات الفرديه او للاسماء. المنتخب يعني اللي عنده اسماء، احنا عندنا مشروع حلو، عندنا مدرب لعب 11 مباراة منهم واحدة فقط
ودية وعشرة رسمي، أربعة منهم في تصفيات كأس العالم فاز فاز بثلاثة وتعادل في واحد، وستة في كأس العرب فاز ثلاثة وخسر واحد وتعادل واحد ونص، لأن هو تعادل ماتش قطر وخسروا ركلات ترجيح، فإحنا بنحسب نص تعادل ونص خسارة يعني، فهو خسر واحد ونص وتعادل واحد ونص وفاز بستة، فإجماليا هو فاز بثلاثة تعادل ثلاثة، فاز ستة تعادل ثلاثة خسر واحد. بس كل ده هو الستة ماتشات بتوع كأس العرب جرب أحمد رفعت شوية، أحمد رفعت عمل ماتشات عظيمة جدا خلاص قاعده بقى وجرب مصطفى فتحي، طب جرب مروان حمدي لحد الاخر، عندك محمد شريف، لا لا انا عايز اجرب مروان حمدي، مصطفى محمد مش موجود ومحمد صلاح مش موجود ومحمد نني مش موجود، طب جرب مهند لاشين، فانت عندك ثيريز كمدرب، عندك عندك نظريات عايز تطبقها، فبتشوف مين الانسب للنظريه بتاعتك من حيث الامكانيات. فانت عندك مشروع غير مكتمل. لو دخلت باعتبار ان منتخب نيجيريا، انا موافق جدا على الكلام اللي استاذ محسن بيقوله مش مختلف معاه خالص، منتخب نيجيريا 2010 مش ما ينفعش يتقارن بمنتخب نيجيريا دلوقتي، منتخب نيجيريا دلوقتي اقل كثيرا من منتخب نيجيريا 2010 اللي احنا كسبناه 3-1. وحتى عشان تعرف دي اللي كنت عايز اتكلم عنها، هي فرق الشخصيه. فرق الشخصيه في 2010 ان كابتن احمد حسن قائد منتخب مصر يجيب جون في نفسه، فتلاقي كل تعبيراته ان هو انا هكسب، ما في انا ما عنديش اوبشن، انا هكسب، وهو اللي يجيب الهدف الاول، وبعدين اللي حتى اللي انا مسميها الكره المكهربة بتاعت كابتن احمد حسن دي اللي هو يحطها تخبط بند قبل ايد الجون بثانيه وتنط، دي فرق شخصيه. تبقى خسران 1-0 من قدام جيل قوي جدا زي جيل نيجيريا 2010 وتحول الخساره دي لفوز ب 3-1، ده شخصيه. حاليا الشخصيه موجوده عند بعض اللعيبه، ولكن كهارموني نفس اللي بيعاني منه منتخب نيجيريا بيعاني منه منتخب مصر. كيروش حسن كثيرا من قدرات منتخب مصر الجماعيه عن كابتن حسام البدري، ولكن لسه ما وصلش للاوتكم النهائي المنتظر. كانش في وقت يعني؟ كانش في وقت؟ مفيش وقت ومفيش معسكر، معسكرات طويله ومفيش مباريات وديه ولا نوعيه لعيبه واستقبالهم السريع. بص انا مش هعول كثيرا على نوعيه اللعيبه، لان انت لا بالعكس عندك نوعيه تمام، عندك لعيبه كتيره في مصر. يعني احنا عندنا دلوقتي في 2014 15 16 كنت بتقول ما عندكش القماشه والمدرب والمش المدرب والكلام ده كله، لا دلوقتي عندك لعيبه كتير. بس عندك مشكله انه المدرب بتاعك مش مقتنع باللاعب المحلي، هو مقتنع اكثر باللاعب. طب ما هو ده طبيعي، ايوه طبيعي جدا وكل كده. حاجه ما عنديش مشكله في ده، راجل اصلا مدرب اوروبي، وبالتالي لما يشوف عارف الدوريات الاوروبيه بتشتغل ازاي وقوتها ازاي، وبالتالي لما اجي هشتغل على اللعيبه هشتغل على اللعيبه اللي بتلعب. شكرا جزيلا. بس هو المشكله ان هو ما كانش عنده وقت يشتغل على اللعيبه اللي بره. هو مش مقتنع باللاعب المحلي، مقتنع باللاعب. ده سبب ان هو عايز اجيبهم جاهزين يلعب على طول. بس هو ما هم ما لحقوش يديروا تحت ايده، اديله اللي هو الايه الشكل اللي عايزه. اتمنى واتعشم طبعا اللعيبه المحترفين بتوعنا، مصطفى محمد، محمد النني، محمد صلاح، محمد احمد حجازي، كلهم لعيبه خبرات كبيره ويقدروا ينصهروا سريعا مع خطه المدرب. اتمنى يكونوا في حالتهم رقم واحد. رقم اثنين ان هم يقدروا يادابتوا سريعا، يتاقلموا سريعا مع خطه كارلوس كيروش، لان احنا لو جينا في عجاله سريعه، لو جيت لمنتخب نيجيريا اللي كان استاذ محسن بيقول عليه ماشي جماعيا ممكن يكونوا مش قد كده بدليل ان هم كادوا ان يتعثروا في البدايه، ولكن لما نتكلم عن حراسه المرمى عندهم اثنين من افضل الحراس الموجودين في افريقيا، دانيال اكبي وفرانسيس اوزوهو. لما نتكلم على خط الدفاع عندهم لعيب زي اولا اينا، بصفتي متابع للدوري الايطالي اولا اينا بيلعب في تورينو الايطالي، واحد من اقوى المدافعين اللي ممكن تشوفهم في الدوري الايطالي وبالتالي في افريقيا. سيبك من خط الوسط، خط الوسط طبعا عندهم ويلفريد نديدي يعني غول في وسط الملعب غول. بس سيبك بقى من خط الوسط كله، تعال نتكلم عن خط الهجوم اللي ما فيهوش تقريبا واحد وحش. يعني لما نتكلم عن اليكس ايوبي، احمد موسى، ايناتشيو، سامويل تشيكويزي، تشيكويزي يعني حد رهيب رهيب، سريع وحريف وشويط وجماعي. هو احنا دايما تقريبا اغلب الفرق الافريقيه يا استاذ محسن تبقى عندهم ضعف في الخط الدفاعي،
ده حقيقي. وخط وسط والهجوم عندهم دايما بيبقى في قوه. هتلاقي منتخب كوت ديفوار كان كده. منتخب السنغال ممكن هو اللي يعني الى حد ما لا متكامل متكامل شويه. بص طلع السنغال والجزائر بره الحزمه. هو اتصاب اهو, عندك مندي اتصاب اهو هيرجع ده مدافع نابولي كاليدو هم ثلاث اصابات بس حرام الوحش كاسر. زمارة زمارة اللي هو الثالث اللي اتصاب بالكورونا ما حدش مهتم بيه, لانه لما تقارنه بكاليدو كوليبالي واسمه ايه مندي وحارس تشيلسي مندي, لا مين فامارا. مش غريبه يا استاذ محسن ان مندي جاي مع ماني في الطياره وما يجولوش كورونا الاثنين جايين؟ لا لا اكيد اتصاب في الكاميرون, ما هي مالهاش حل تاني بسرعه كده. لا ما اكيد اتصاب يعني ده في ثانيه, انت عارف ده فيروس ربنا يحمينا يعني. لا في ثانيه. طيب خالد قبل ما انتقل للاستاذ محسن, عندك يعني حاجه ملاحظه في قائمه منتخبنا؟ انا عندي انا بس الكلمه اللي دايما بقولها في كل المحافل اللي بطلع فيها, انا شخص انا شفت دي جميله انا شخص منحاز وبشده للفرق الجماهيريه, فبالتالي انا بحب غزل المحله, الاتحاد المصري, الاسماعيلي, الزمالك, الاهلي, كل الفرق الجماهيريه اللي اثرت على منتخبات مصر وساهمت في وصول مصر لسبع القاب في افريقيا, انا منحاز لها بشده. ومن اهم الفرق اللي موجوده عندنا دايما بتقول ان هو الكلاسيكو اهلي زمالك او زمالك اهلي, ثالثهم اسماعيلي. انا ما حضرتش بطوله من سنه 96, اول بطوله افريقيا اتفرج عليها كانت سنه 96, ما حضرتش بطوله قائمه منتخب مصر ما فيهاش حد من الاسماعيلي. انا وضع الاسماعيلي حاليا انا صعبان عليا بشكل مش طبيعي. منتخب مصر ما يبقاش فيه لعيب, يبقى لعيب ما فيش. بخصوص الاسماعيلي انت بتتكلم, احنا النهارده 9 يناير خلاص, احنا بقينا 9 يناير النهارده, الذكرى 52 لفوز نادي الاسماعيلي ببطوله افريقيا على الانجل باه وبالتالي تاريخ كبير ال 52 وبالتالي دائما منتخبات مصر عامره بلاعبي نادي الاسماعيلي في البطوله دي. احب اقول بس عنها شويه ان هو فتح الطريق, عمل كذا حاجه. اولا فتح الطريق مش للانديه المصريه, لا للانديه العربيه كلها, لان البطوله اقيمت سنه 64 كان احتلها في البدايه كده فريق كاميروني مش كانون ياوندي, فريق تاني كده, وبعدين الانجلبير اللي هو حاليا مازيمبي كان سيطر, والاسماعيلي وقفوا ان هو ياخد البطوله الثالث مره على التوالي, فقدر ياخد البطوله دي. وبعدين البطوله دي اقيمت, المباراه النهائيه اقيمت في استاد القاهره, فكان كل الجمهور المصري معاهم وكسب 3-1 على بوجريشا وسيد بازوكا. فالبطوله دي فتحت باب, فتحت الطريق للانديه المصريه والانديه العربيه بشكل عام ان هي تسيطر على زي ما شفنا الاهلي والزمالك هم الاكثر طبعا سيطره, فهم ده فتح الطريق. وللاسف ان هو ما كملش يعني بعد كده, هي حتى لما صعد نهائي كذا مره دوري ابطال وكاس الاتحاد بقى كانت زمان ما فازش للاسف, لم يوفق. حتى كان في الالفيه الجديده مره قدام انيمبا النيجيري وخسر 2-0 وتعادل في القاهره, او كسب 1-0 قصدي في الاسماعيليه وما فازش بالبطوله للاسف. وبعدين حتى قدام شباب تقبال الجزائري تعادل 1-1 في الاسماعيليه وتعادل 0-0 في الجزائر وخسر برضو البطوله. مؤسف انه عمل ده, لكن هو كان فتح الطريق, والاهم ان هو وقف طبعا. ما فيش فريق خد ثلاث مرات ورا بعض, كان هو وقف الانجلبر هو خلى بقى الزمالك ومازيمبي بنفس عدد البطولات بالظبط. كان يعني زمانه دلوقتي مازيمبي هو رقم طيب واحد. انا بشكر الكابتن طبعا سيد بازوكا على المعلومه لان هو اللي بعتها لي, وبالتالي طبعا بنشكره عليها. نجم كبير كابتن سيد بازوكا, واحد اكيد طبعا النجوم اللي احرزوا هذه البطوله. طيب هنرجع للمنتخب يا استاذ محسن. ترتيب الماتشات برضه, ما ده برضه بيبقى بنشوفه لصالح المنتخب او لا؟ هل شايف الترتيب ده منصف لمنتخبنا في فكره انك ترتيب جيد تمشي بشكل ترتيب جيد, لان انت من الاول هتبقى عارف انت رايح فين وجاي منين. هي ماتش نيجيريا يعني, انا حتى مش عايز يعني انت لسه ما دخلتش في الفورمه. عايز اقول لحركه, عايز اقول لحركه الحاجه. كيروش لعب 4 ماتشات في تصفيات كاس العالم ولعب 6 ماتشات في كاس العرب. تمام. دي التجربه الصحيحه لكيروش, ده الحكم الصحيح على كيروش. هتقول لي ما هو في التصفيات صعدنا, لا مع كامل احترامي ما بتعتبرش تونس والجزائر دي مش ماتشات. لا ما انا جاي لك واحده واحده. قبلها التصفيات كاس العالم مش ممكن فوزي على ليبيا رايح جاي, ده انجاز يعني مع احترامي طبعا الكره الليبيه كامل تقديري, لكن فرق بينه وبين مصر كبير.
مش ممكن فوز على الجابون والتعادل مع انجولا اللي كانت عامله ماتش الماتش معاك ماتش حبي وماتش اعتزال. لا ده مش حكم. ما تيجي للبطوله العربيه لا ما كلها على بعضها ما اخدهاش حكم. انا كنت واخدها ان هي تجربه، هو حسن انفعل في التجربه بالتجريب ما بين اللعيبه، لكن ما اخدهاش ان المقاس الحقيقي لو قابلتهم في سواء في كاس الامم الافريقيه او في المباراه الفيصل على كاس العالم سواء تونس او الجزائر او حتى المغرب، لان ده المقاس الحقيقي. البطوله اول ماتش يقاس من خلالها كروش قدره كروش هي المباراه بتاع نيجيريا، خصوصا انه يكون معاه المحترفين بقى الستة اللي انت بتقول محترفين وجايزين، وانا اتفق معاك تماما. ما هم عندهم محترفين برضو ماشي. يعني انا ماليش دعوه بليهم اسماء دي، ما احنا طول عمرنا ما احنا بناخد بطوله افريقيا واحنا كتيبه محليين بالزبط. احنا في 2006 و8 و10 كان مين معانا؟ زيدان مره و98 كان عندك تقريبا كابتن هاني رمزي تقريبا وحازم امام ساعتها كان اودينيزي حاجه كده وياسر رضوان ولا كان ياسر رضوان بعد البطوله؟ لا ياسر رضوان كان في هانزا روز كان يعني كان عندك ثلاثة أربعة مثلا، لكن انت هزمت الافيال والاسود والنمور والمش عارف والنصور وهم كلهم كتيبه محترفين. يا عم مش هروح بعيد، انت في 2006 وفي 2008 وفي 2010 انت على الاقل واخد فريق كوت ديفوار ده رايح جاي بالكتيبه اللي هي لا تعوض في تاريخ كوت ديفوار. ده في 2006 يا استاذ محسن وفي 2008 خدت الكاميرون رايح جاي والكاميرون رايح جاي وخدت معاهم كوت ديفوار بالمره. يعني انت ايه يعني كان في حتى في يقول لك مين قال ان الافيال والنصور ما بيتاكلوش؟ هم بيتاكلوا فعلا. فانت بمجموعه محليين يعني كان حتى تشوف الاستوديوهات التحليليه حتى عند الاشقاء المغرب العربي كان دايما يشيدوا بان انت عندك كتيبه محليين وقادر تهزم كتيبه المحترفين. فلما حته ان هم عندهم محترفين لا تشغلني تماما لا، ولما بشوف بالمناسبه السكواد الفظيع جدا للسنغال والجزائر و 98 بالظبط. فانت في النهايه اللعيبه بس يعني انا الميزه اللي خدها كروش من كاس العرب انه زاد من الانسجام شويه ما بين اللاعبين، لان دي النقطه المهمه بالنسبه لي. وكنت عشان كده كان نفسي المنتخب يكمل النهائي حتى لو ما خدش البطوله مش مشكله، يعني خد الرابع مش قضيه، بس ان هو يلعب ست ماتشات ان هو يفضل يكمل فيكسب من الاردن فيخش فيوصل فيلعب كمان ماتشين ايا كان بقى مين قطر ما جزاء مش مهم. انا عايزه يلعب اكتر لان دي بطوله اكتر اعلى شويه من انها تكون وديه. فبالتالي يبقى في انسجام ما بين اللاعبين وده اللي حصل. اتمنى ان هو في البطوله دي يقدر يبرهن، لان احنا عندنا المهم في بعض البطولة ان هو المهم جدا 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 اللي هو اذا كان هو احنا بيقول انا غلطت في التصريحات او ما اسيف. لا يا عم انا موافق على تصريحاتك بس اتحقق اللي انت جاي من عشانه زي ما انت قلت وتقدر تصل بمصر لكاس العالم. مش هنقبل ابدا ان منتخب مصر بمحمد صلاح والكتيبه دي ما يكونش موجود. طيب انا هاكد برضو عشان فكره الترتيب والصداره انك لو طلعت اول انت هتلعب الثالث من المجموعه الخمسه او الثانيه او الثانيه هتقابل الاول مجموعه الجزائر او كوت ديفوار. لا لو طلعت الاول هتقابل يا اما 3 بي يا اما 3 اي. ايوه الثانيه الخامسه انا بقول لك 5 6 ثانيه 5 6 5 6 ثانيه 5 6 لو طلعت الثاني هتقابل مجموعه الجزائر الاول من مجموعه الجزائر. لو طلعت الثالث بقى هتقابل الاول من مجموعه السنغال او مجموعه الكاميرون بالظبط. وبالتالي طبعا افضل لك هو الصداره في هذه المجموعه. طيب هرجع لك يا خالد وهنكمل. انت عايز تتكلم على نقطه فرعيه كده؟ طيب. في اللي حضرتك قلت بس انا عايز اقول نطلع فاصل. نطلع لفاصل طيب نطلع فاصل فيها؟ لا خالص. طب قولها. نقطه فرعيه انه لو طلعت تاني لو طلعت اول وكسبت التالت ايا ما كان مين هو الدور اللي بعده هتلعب الكاميرون اللي هي صاحبه الارض. تمام. اللي برضه هيبقى محك قوي جدا لكروش في الحكم على كروش وعلى قدرته وعلى بتاع. انا متفق جدا مع استاذ محسن عشان انا متفق جدا مع استاذ محسن احنا مش بنطبل لكروش لكل اللي بيقولوا ان احنا بنطبل لكروش. خلاص هو حط القائمه بتاعته وسافر، احنا دلوقتي ما علينا الا المسانده والحكم بعد البطوله. طيب. دلوقتي ما فيش مجال ان احنا نحكم. لا صحيح انت مسانده والمسانده والمسانده ان شاء الله كل التوفيق ليه. نطلع الفاصل وبعد الفاصل هروح لكم للقوائم الاخرى اللي هي غيني بيساو السودان ويعني برضو لازم نلقي الضوء عليها وعندي فقره نمبر 1 برضو هتكونوا معايا فيها تختاروا النمبر 1 في كل حاجة هنقول لكم عليها. نطلع لفاصل ونكمل مع حضراتكم. كملين مع حضراتكم خالد. خلينا يعني برضو عايزين نلقي الضوء برضو لاتنين منتخبين معانا في المجموعة. احنا طبعا يعني ايا كان منتخب نيجيريا منتخب كبير لكن برضه لا تستهان او لا لا, لا يعني ما تديش ابدا فكره ان الكوره ممكن تديك باسم والقوه والبطولات اللي عندك. لا في منتخبات ممكن تكون تقول انت هتكسبها والامور تصعب عليك بشكل كبير. فعندك في المنتخب غينيا بيساو او في القائمه في المجموعه والمنتخب السوداني ايا كان بقى المنتخب السوداني هل هيظهر بشكل اللي ظهر بيه
في كاس العرب ولا لا. اعتقد يعني برضو حسابات اخرى واشكال اخرى ممكن يعني تشوفها في هذه البطوله. رايك في القائمتين الخاصه بمنتخب غينيا بيساو والمنتخب السوداني؟ هو اولا كده المنتخب السوداني انا يعني منتخب السوداني دايما بحس ان هو بيقدم كره كويسه بس ضعف الامكانيات عنده بيحد من قدرته على الوصول. ليه؟ زي ما دايما بحب استشهد بفريق الميلان، لان احنا في اخر 8 سنين الميلان عدى بكل الظروف اللي ممكن اي فرق تعدي بيها، ابس اند داونز وفقر وغنى كل الامور. فانا دايما بستشهد بالميلان في النظريه دي. الميلان ممكن يكون بيلعب كوره جميله قوي بقاله موسمين ولكن ما بيكملش لحد خط النهايه بسبب ان هو ما عندوش دكه، ما عندوش خبرات، ما عندوش حد يسند لو حد وقع. نفس منتخب السودان بالظبط. منتخب السودان عنده 2 3 4 لعيبه كويسين قوي، فيهم لعيبه شباب وفيهم لعيبه خبرات زي عجب، مش فاكر اسمه الاولاني بس هو اخو فيصل عجب اللي هو النجم الكبير بتاع السودان. بس ما عندوش البدائل، ما عندوش اللي يقدر يسند معاهم لو هم تعبانين، النجوم بتاعته تعبانه، لو هو اتصاب، لو عايز يريح، ما عندوش البدائل. فبالتالي السودان يعني نفس الشكل اللي شفناه في كاس العرب ممكن اعتقد هيبقى افضل شويه صغيرين، لان هو كمان خلي بالك ان السودان ما فيهاش محترفين فنفس القوام اللاعب هو نفس القوام اللي الانديه نفسها كمان في فتره عندها صعبه مشاكل جدا. وعندها مشاكل، لا وعندها مشاكل كمان في بالرغم من تاهل مثلا المريخ والهلال لكن برضه مشاكل، والمريخ والهلال كمان عندهم مشاكل في الملاعب وعندهم مشاكل في الاتحاد السوداني. صحيح. لا هو في مشاكل كتير قوي في السودان. فعشان كده انا المنتخب السوداني الشقيق طبعا كل ليه كل الاحترام، ولكن لا انا مش متوقع ان هو يصل بعيدا. غينيا بيساو طبعا متوقع ان هي لو هيصعد ثالث من مجموعتنا، هو احنا عارفين ان بيتاهل افضل 4 توالد بس من الست مجموعات، فلو هيتاهل هيتاهل افضل ثالث من المجموعه الرابعه مجموعه منتخب مصر، ارشح ان هو ممكن يبقى غينيا بيساو. للاسف الشديد مش منتخب السودان. طيب عندي فقره نمبر 1 ناخدها مع بعض، ناخدها وبرضه نشوف بالنسبه لكم نمبر 1 في كل مدرب لعيب ده هيكون اكيد مختلف. يعني انا شخصيا انت بتسالوني مين. طب احنا انا ممكن اقول معلومه قبل ما نروح للنمبر 1 سريعه جدا. قول. انه منتخب الكاميرون دي هتبقى المره السابعه اللي يظهر فيها في المباراه الافتتاحيه. عشان ينفرد بالرقم ده على حساب منتخب مصر، كان هو ومصر متشاركين مع بعض. متشاركين. ما هو صاحب الارض في اتنين لا في 32 نسخه صاحب الارض لعب 30 مباراه افتتاحيه بس. فاز منهم 17 مباراه مقابل 9 تعادلات لصاحب الارض في المباراه الافتتاحيه واربع هزائم. منتخب الكاميرون دلوقتي هيبقى اكتر منتخب صاحب ارض يلعب مباراه افتتاحيه. تمام. بس كده. طيب يلا نروح لفقره نمبر 1 وبدايه مع استاذ محسن. افضل مدرب من وجهه نظرك نمبر 1؟ حسن شحاته طبعا، مش تحيز. لا حسن شحاته هيلف النهارده وكلود لوروا ورا بعض. لا انجاز، مع احترامي طبعا لكلود لوروا اللي هو يعني في البطوله دي مميز شويه، وطبعا مع النهارده اللي هو ما عملش انجاز قوي يعني، يمكن خد البطوله مع زامبيا. ابقى كابتن حسن شحاته. طيب افضل حارس عصام الحضري، زكي بيل انطوان. برضه عصام الحضري بكل امانه يعني بالتاريخ بالارقام يعني رغم ان زكي طبعا في حته تانية، ولكن عصام الحضري بالارقام بتاكد ان هو افضل واحد في الثلاثه. كابتن عصام الحضري، ولكن انا شايف انه كابتن بدو زكي طبعا كان كبير بس بيل انطوان هو اللي في حته تانية اللي خلى بوفون يقول ان هو لعب جون بسبب بيل انطوان. فانا شايف ان بيل انطوان في حته تانية ولكن بالارقام والتاريخ كابتن عصام الحضري طبعا. طيب. بدو زكي بالمناسبه معمول له تمثال في مايوركا الاسبانيه، الوحيد اللاعب الوحيد اللي معترف له، عمل له من المغرب يعني معمول له تمثال في مدينه مايوركا الاسبانيه. طبعا نجم كبير. اكيد. افضل رئيس للاتحاد الافريقي اذا حياته احمد باتريس. ولا واحد من الثلاثه وجهه نظري انا الشخصيه. مين؟ ولا واحد من الثلاثه ما جاش خالص. احمد ازاي يا جماعه؟ مش رئيس للاتحاد؟ حضرتك بتقول افضل. طيب هو كان رئيس يعني واحد طيب منهم ما فيش حد خالص يعني اذا يعني كان فيهم واحد احسن الوحشين في الثلاثه طبعا عيسى حياته. قال ان هو قعد اكتر بس يعني اتقبض عليه بتهم فساد فلا فيعني لا انا الاتحاد لسه الاختبار بتاعه ها يعني على المحك اللي هو البطوله تقام ما تقامش فعايز يصالح. طب ما رايك مثلا في قراره برضه واصراره على وجود لا هو كان اصرار ايتو وليس اصرار باتريس موتسيبي عشان بس نكون صراحه. وقعدته مع الرئيس الكاميروني بول بايا هو اللي كان حسم الامور. بس قبل ما ايتو يقول التصريح بتاعه الراجل طلع قال برضه التصريح انا هكون مع عائلتي. هو جاي وقال وقال البطوله يعني تقام ولكن اضطر انه يقول خلال 48 ساعه. هو يدين بالفضل لجيانا انفانتينو طالما هو تحت عباءه جيانا انفانتينو لا امل فيه.
طيب انتم متفقين يعني في ان ما فيش حد فيهم يعني عيسى حياته شويه هو شوي. مثلا اختار عيسى حياته وانا مش هختار حد لا طيب افضل مهاجم افريقي ديدييه دروجبا ساموليتو ورشيد ياكي جورج وايا بقى انا بالنسبه لي جورج وايا لا خد لي من الثلاثه ما جورج وايا اخد طب من الثلاثه رئيس جمهوريه يبقى ايتو عشان ايتو عشان مواقفه اللي كملها بعد بعد ما بعد كلاعب كوره يعني كرئيس اتحاد مواقفه طبعا ككوره ايتو طبعا ايتو ككرة إيتو طبعا واحد على واحد وبره الصندوق وجوه الصندوق بس انا دي تحديدا الوحيده اللي انا عايز اعرف رايك فيها انا بصفتك مهاجم عظيم انا بحب رشيد ياكيني جدا رشيد يعني لا من الثلاثه بقى من الثلاثه يعني من الثلاثه دول شايف ان رشيد ياكيني انا بحب رشيد ياكيني هو كان طبعا كان اسطوره لا 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 كان قصه لا كان اسطوره بس انا بالنسبه لي إيتو الصراحه لا يعني إيتو لا ودروجبا يعني كانوا إيتو دروجبا طبعا بس انا بالنسبه لي كمهارات فرديه وكحاسه إيتو هو تبقى لكل واحد كده حته زياده حد رشيد ياكيني كان قوي طبعا جسديا وبدنيا ويكفي اللي عمله في كاس العالم مع المنتخب النيجيري يعني طبعا احترم يعني طيب بالنسبة للأساطير في كرة القدم هل حسام حسن وجميلة رابح صعبة هتكون ظالمة للي هيخسر يعني إذا كان حسام حسن وأسطورة ده رأيك أنت يعني لا ما هو أنا رأيي يعني والله أس الثلاثة بصراحة يستحقوا بكل أمان أنا شايف رابح مجر ده أول أفريقي ياخد دور الأبطال شال كأس أمم أفريقيا وجميلة ده في حتة تانية يكفي كأس العالم 90 حسام حسن واحد. ده أسطورتنا هختار حسام عشان ثلاث بطولات طبعا انتمائك طبعا طبعا لان الثلاثه اساطير كبيره الاثنين دول وطبعا نجوم كبار لكن طبعا كابتن حسام حسن اسطوره افضل منتخب مصر في 2008 الجزائر 1990 السنغال 2002 مصر 2008 بدون تحيز مصر 2008 بطوله قويه جدا احترم يعني مش بشكل مطلق ولكن يعني هفضل مصر بنسبه صغيره قوي 2008 على السنغال 2002 لان السنغال 2002 كانت مبهره برضو تمام افضل مدافع افريقي وائل جمعه دياتا سون كده هيقولوا ان احنا منحازين والله لا لا وائل بس هو وائل جمعه لانه سونج كان السبب في خسارته في بطوله 2008 لامين دياتا بالظبط بعدين وائل جمعه لعب 10 سنين مع منتخب مصر مستواه ما بيقلش طيب بالظبط طيب اللي بعدها عبيدي بالنسبه لافضل صانع العاب عبيدي بيليه كوشا ومحمد زيدان احنا بنجيب لكم مصريين برضه عشان كوشا لا كوشا كوشا طبعا كوشا كان رهيب طبعا رونالدينيو افريقيا ما لا لا اوكوشا كان حته مختلفه زمان كده كان في اللي هي الموبايلات اللي هي فيها المقاطع الفيديو اللي هي الفيجا دي اي موبايل تلاقي عليه فيديوهات بتاعت اوكوشا لما كنا صغيرين اي موبايل تلاقي عليه فيديوهات بتاعت اوكوشا لا جي جي اوكوشا كان كان واحد صراحة. من اسباب حبنا للكوره ده صحيح حبنا النيجيريا افضل بطوله من وجهه نظركم بوركينا فاسو 1998 مصر 2019 مالي 2002 شوف من وجهه نظر طبعا افضل بطوله مصر 2019 لكن يعني افضل بطوله ايه تنظيم ولا تنظيم ولا تنظيم مصر 2019 طبعا مصر 2019 هتايله انا هختار تنظيما وكوره تنظيما مصر 2019 او كوره 98 طبعا بس من دول هختار ككوره 2008 و 98 افضل بطولتين من الناحيه الفنيه اتفرجت عليهم 2008 و 98 طيب انا 98 دي بالنسبه لي قبل ما تروح 98 دي بالنسبه لي ككوره وايز كفوتبول وايز هي اعظم سنه جت في تاريخ البشريه سريعا عشان وقتي بينتهي هقول لكم اسئله سريعه وتقول لي يلا اللي هتشوفه نجم مصر في هذه البطوله من وجهه نظرك كازم مصر متوقع له لاعب يعني تريزيجيه ان شاء الله خالد عمر مرموش فاكر التغييره بتاع جده مين اللي يفرق في تغييره مصر في البطوله دي من وجهه نظرك واحنا كده كده عارفين يعني محمد شريف محمد شريف انتوا الاثنين محمد شريف يعني شايف ان النجم هيكون طبعا طلع صلاح من الحسابات يعني فاهم قصدي النجم عمر مرموش اللي هو الغير متوقع غير متوقع والتبديله الانجح ان شاء الله يعني اللي وصلنا للفاينل ونكسب البطوله محمد شريف تمام وقت انتهى للأسف عايز وقت اكتر كده يعني كنا عايزين يعني نمسك منتخب السنغال نمسك منتخب الكاميرون جاي طيب قبل ما اقفل اخيرا بقى ماشي ماتشات بكره رايكم فيها ايه كاميرون ماتش صعب جدا ماتش صعب جدا ماتش الكاميرون وبوركينا بوركينا مش سهل خالص خيول جامحه ماتشاتهم كانت رائعه الجزائر اتأهلت على حسابهم بالعافيه في تصفيات كاس العالم لا اعتقد مباراه لن تكون سهله يعني يا فوز طفيف الكاميرون او التعادل يعني الكاميرون يكسب بكره الكاميرون ممكن يكسب الماتش تمام راس الاخضر فريق كويس وزي ما قال يعني بيحرك احرج النيجيريا راس الاخضر يكسب بس عندهم خمسه من الاساسيين مش موجودين
كورونا بالإضافة للمدرب. صحيح بالمناسبة دي بيرتراند تراوري النهاردة طلع شكك في نزاهة الاتحاد الأفريقي وشكك في نزاهة الكاميرون. اترد عليه قال لهم لا النتائج دي مضروبة وأنا مش هنعترف بيها. طيب أنا هعيد بس ماتشات بكرة لأن الماتشات طبعا هي الافتتاحية بعد إذنك طلعت لو تجيب لنا على شاشة قبل ما أختم. بكرة إن شاء الله الكاميرون وبوركينا فاسو إن شاء الله هتكون الساعة 6 وقلنا الافتتاحية تبقى الساعة 3. إثيوبيا والرأس الأخضر هتكون تاني مباريات بكرة إن شاء الله في افتتاح هذه البطولة هيكون الساعة 9 أمام حضراتكم. إن شاء الله تبقى بداية لبطولة موفقة منتخبنا الوطني يبقى أفضل حال فيها إن شاء الله والبطولة تلزمنا صراحة يعني. إن شاء الله شكرك أستاذ محسن. شكرا خالد. إن شاء الله تكون معنا في الأيام القادمة. بكرة حلقة جديدة من بريمو. تصبحوا على خير.